بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الحصة رقم 3 في الأوز بي إف. يمكن إحنا المرة اللي فاتت أو أول مرة خدنا مقدمة كده تعريفية صغيرة عن أوز بي إف وإزاي بيشتغل وكده، وعملنا لاب صغير. المرة التانية اتكلمنا، أو المرة اللي فاتت دي اتكلمنا بقى عن المتريك وعن إزاي تظبط المتريك، واتكلمنا عن ايه تاني يا تحسين فيها لو تفتكر معايا. اتكلمنا عن حاجه اسمها الباسيف انترفيس وازاي نظبط كمان الهالو تايمرز، وعملنا لاب برضو على حاجه زي كده. تحسين سالني سؤال بيقول لي لا هو انت بتفعل الاوز بي اف بروتوكول على الراوتر ده، بتكتب كده تقول له راوتر اوز بي اف، صح كده؟ راوتر اوز بي اف 1، وبتقول له نتورك، وبتديله النتورك ايه، نتورك 12، نتورك 11، نتورك 10. ما ينفعش افعل البروتوكول على الانترفيس نفسه؟ قلت له ينفع يا تحسين، ده على فكره دي من ضمن المزايا اللي موجوده في الاوز بي اف، يعني الاوز بي اف بس اللي فيه الخاصيه دي، ودي بتبقى يعني ايه موجوده في 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 الاي بي فيرجن 6 زي ما الراجل كتب كده، بتتفعل بالطريقه دي ازاي. خليني بس افتح امسح كده، هقول له نو راوتر، نو راوتر اوز بي اف 1. كلام جميل، كلام جميل. تعالى بقى نقيم العلاقه. يعني بدل اللي بدل ما اكتب راوتر اوز بي اف 1، في طريقه اسهل، في طريقه هو له طريقتين بس انا اديتك الاسهل والمعتاده، لكن ممكن عادي جدا اقول له نتورك، اسف انترفيس، واقول له ايسر 0 سلاش 0 اللي هي على الشمال دي، واقول له اي بي اوز بي اف 1 اريا 0، الانترفيس ده في اريا 0. كده الاوز بي اف اتفعل كاني دخلت قلت له راوتر اوز بي اف 1، قلت له نتورك 10 0 0 100 0 0 0 0 اريا 0، وكاني دخلت قلت له فعل لي الاوز بي اف على الانترفيس ده. طب الانترفيس اللي فوق ده سيريال 1 سلاش 0، هيبقى سيريال كام؟ تعالى كده نشوف السيريال 1 سلاش 0 وسيريال 2 سلاش 0. اقول له انترفيس سيريال 1 سلاش 0 اهو بكل بساطه اي بي اوز بي اف 1 اريا زيرو. المفروض يجي لي ابديت من الراوتر اللي جنبه، المفروض. تمام، جه يا تحسين. وبرده الانترفيس الثاني سيريال 2 سلاي 0 اي بي اوس بي اف 1 اريا 0، المفروض يجي لي ابديت برده من الانترفيس اللي تحت. مهندس ممكن سؤال؟ تمام، جه الابديت اهو. تمام، فدي ده اسلوب اخر يا عم تحسين لانك تفعل الاوس بي اف بس من على الانترفيس. اتفضل. يعني الراوتر اللي حضرتك كنت شغال عليه من شويه عليه ثلاثه انترفيس، هل ممكن الثلاثه انترفيس دول يكونوا مختلفين في الراوتنج بروتوكول؟ يعني ده ممكن عليه اوس بي اف، والثاني ده عليه بروتوكول ثاني، والثالث عليه بروتوكول مختلف؟ ممكن بس مش هيشوفوا بعض يعني مثلا. يعني خليني لا لا خليني خليني اقول لك حاجه ثانيه. المنطقه دي الجزء ده كده، الجزء ده كده انت مروته اوس بي اف، والجزء ده كده انت مراوته مثلا ببروتوكول تاني زي الريب او الاي اي جي ار بي، هيشوفوا بعض؟ لا مش هيشوفوا بعض. طب يشوفوا بعض ازاي؟ لازم تدرس حاجه اسمها ريديستريبيوشن، تدرس في السي سي ان بي. الريديستريبيوشن ده بيمكن ده يشوف ده بالرغم ان البروتوكول هنا مثلا ريب وهنا اوز بي اف، هيشوفوا بعض. تمام، يبقى لو البروتوكولات مختلفه عايزهم يشوفوا بعض لازم بدرس حاجه اسمها ريديستريبيوشن، ان انا بعيد توزيع الراوتس اللي هنا جوه البروتوكول الجديد بالمتريك بتاع البروتوكول الجديد. هقول لك مش هيشوفوا بعض ليه؟ لان الاوس بي اف بيقيس المتريك بال 10 اس 8 على الباندويتس له قانون، والريب بيقيسه بعدد النطاط الهوب كاونتس، والاي اي جي ار بي له قانون بيعتمد على الباندويتس والديلي زي ما هناخد كمان بعد حصتين كده ان شاء الله. ازاي بيحسبه؟ خدت بال حضرتك؟ ثانيه واحده يا شباب. ماشي كده يا شباب؟ فلازم تدرس حته اللي هي ايه الريديستريبيوشن دي. معلش ممكن سؤال بس هندسه؟ اتفضل. انا دلوقتي لو فعلت الاوس بي اف على الانترفيس نفسه اوكي كده الهالو باكيت مش هتتبعت للانترفيس بتاع النتورك 10 صح؟ لا هيبعت هالو هيبعت هالو برضو على الانترفيس ده. يعني انت بتقول انا هفعل الانترفيس، الانترفيس اللي هيتفعل عليه الاوز بي اف هيتبعت عليه هلو، ولكن مفيش حد هيرد الهلو ده. يعني انت مفيش راوتر على شمالك، يعني مثلا كده، يعني ركز معايا، هتقول لي انا هبعت هلو باكت كده،
ثانية واحدة كده، هتقول لي انا لما فعلته فعلت الاوس بي اف هنا وهنا وهنا، الراوتر ده هيبعت هلو كده، بس مفيش حد هيرد لا عليه انا اصلا. لا لا انا ما فعلتش الاوس بي اف على الانترفيس 10، ماشي يبقى كده مش هيبعت هالو باكيت للانترفيس 10 صح؟ جميل جميل. اه اوكي تمام ماشي. لا بس في مشكلة دلوقتي، انت فعلت الاوس بي اف هنا وهنا صح كده، فالراوتر ده لما يجي يبعت للراوتر ده هيبعت له الشبكات 11 و12 بس، انت ما فعلتش ده، وبالتالي ده لما يجي يبعت لده هيبعت له 11 و12 بس اللي هم مبعوتين من دول. طب وده لما يبعت لده هيبعت له 11 و12، يعني محدش يبعت 10، وبالتالي معلش طب تخيل ان ده عايز يروح يكلم 10 هيبعت للجيت واي بتاعه، هل الجيت واي بتاعه شايف 10؟ لا، ما محدش بعتها لا له، طبعا لذلك لازم افعل اوس بي اف هنا. ليه؟ عشان ده يبعتها لده وده يبعتها لده يبعتها لده فده يشوفها، وطبعا ده يبعتها لده يبعتها لده فده يشوفها. فهمت ليه الحكمة ان انا شكرا بس روت او وصلت عرفت الشبكة 10 بالاوس بي اف عشان تمام. تتبعت في الابديت بالاوس بي اف؟ واضحة؟ سؤال ممكن سؤال، اتفضل. يعني ترى الصوت ما واضح عندي كلها ديلي، يعني محاضرتي فاتت علي. بس سؤال، من نسوي البورت باسيف شلون نشوفه باسيف؟ يعني شنو الكومنت حتى نشوفه انه هذا فعلا صار باسيف ام لا؟ عايز اشوف الانترفيس ده باسيف ولا لا؟ هاي واحد. وما هو السي دي بي؟ هذا هو السي دي بي اللي ما فعلته ذاك اليوم. سي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول. طب خلينا في خلينا في محمد الباسيف انترفيس اصلا. يا انت يزن ولا مين اللي بيتكلم؟ ولا محمد فرحان؟ محمد محمد فرحان. بص يا اخي محمد، انا كنا عملنا هنا لو قلنا له راوتر اوس بي اف 1 وقلنا له باسيف انترفيس مثلا وليكن كان ايسر 0 سلاش 0، حلو. كلام جميل. الـ لو احنا قلنا له محمد شورن بيظهر ال ايه في الاوس بي اف بيظهر ايه يا راجل يا طيب؟ فين الاوس بي اف؟ الاوس بي اف 1 اهو. ولو انت عملت فيه كوماند بس هتلاقيه على الراوتر الحقيقيه، لو انت قلت له شو ران وتكتب بايب كده تقول له سيكشن سيكشن او اس بي اف، يعني وريني المقطع اللي في الكونفيجريشن اللي فيه الكلمه اوس بي اف، فيجيب لك كل الحاجه المقطع بتاع الايه اللي هو المقطع ده، فيجيب لك المقطع ده فتعرف ان فاست زيرو او ايثرنت زيرو سلاش زيرو دي باسيف انترفيس. تمام. طيب السي دي بي، السي دي بي انا شرحتها قبل كده سيسكو ديسكفري بروتوكول، ان الراوتر بيديسكفر الراوتر اللي جنبه. ولكن خليني يعني خليني اخد الاسئله في نهايه الحصه، يعني انا دلوقتي المفروض هبدا حاجه جديده دلوقتي، فخليني نبقي ياسن حبه في الاخر عشان بس ما نضيعش في وقت الحصه الاساسيه، وناخد بعد كده الاسئله اللي انتوا ايه اللي انتوا عايزينها. طيب خلينا نبدا عم تحسين. انا جاوبت لك على النقطه اللي انت كنت بتسال فيها، بس كان يعني يهمني ان انا اسجلها عشان الناس تبقى تاخد بالها منها. طيب بص يا جماعه، ايه التيبلز اللي ممكن تقابلك في الاوس بي اف؟ ايه الجداول؟ اول جدول انت عارفه كويس جدا اللي هو ده، هو اللي هو الراوتنج تيبل، وده عشان تشوفه كنت بتقول شو اي بي راوت، وده كان الراوتنج تيبل. طبعا زي ما انت عارف ان الراوتنج تيبل فيه افضل المسارات، افضل المسارات. طيب هل في جدول تاني؟ اه في جدول تاني. الجدول التاني اسمه جدول الجيران، نيبر تيبل نيبر تيبل. طب وده عشان اشوفه ازاي؟ تقول له شو اي بي اوس بي اف نيبر، شو اي بي اوس بي اف نيبر، وريني جيرانك اللي شغالين اوس بي اف يا راوتر. طب ما دي تتشاف ازاي؟ يعني انا لو وقفت على الراوتر ده كده، بصوا كده تحسين، لو وقفت على الراوتر ده وانا قلت له كده شو اي بي اوس بي اف نيبر، وريني جيرانك اللي شغالين اوس بي اف، كبر كده. مش المفروض يا تحسين يجيب لي جاري طبعا اللي هو ده، يجيب لي 12002 وجاري التاني ده اللي هو 11002، لا 12 موجود ولا 11 موجود، ده جايب لي 14001. لا يعني
جاب لي ده. طب ما جابش الاي بي ده ليه؟ جاب ده. طب وجاب مين يا تحسين تاني؟ مش المفروض يجيب 12002؟ لا ده جاب 13001 زي ما انت شايف كده. طب ليه ما جابش اللي جنبي على طول؟ قال لك لان في جدول الجيران في النيبور تيبل يا تحسين بيظهر حاجه اسمها الراوتر اي دي. في جدول الجيران بيظهر ايه يا تحسين؟ في جدول الجيران بيظهر حاجه اسمها الراوتر اي دي. ايه الراوتر اي دي ده يا تحسين؟ نقول كده بالظبط كده اسم الراوتر او اي دي مميز للراوتر. عارف انت بدل ما ايه ما اقول يا تحسين انا بديكوا كل واحد رقم واقول انت تحسين رقمك 7 فاقول يا رقم 7 اعمل كذا فخلاص رقم 7 ده اللي هو تحسين. فالراوتر اي دي ده اسم الراوتر بس هيبقى اسم مميز هنحط له اي بي مميز شويه. فاذا الراوتر اي دي ده اسم مميز للراوتر هو ده اللي بيظهر في النيبر تيبل. هيقوم تحسين يسالني يقول لي لا طب ايه هو الراوتر اي دي اصلا؟ بص يا حبيبي تعريف الراوتر اي دي 1 هو ايه بقى؟ هو اعلى لوب باك اي بي موجود على الراوتر. هو اعلى لوب باك اي بي موجود على الراوتر. هيقوم تحسين يسالني يقول لي طب يعني ايه يا عم الحاج لوب باك؟ لوب باك دي فتحه وهميه بتقدر انت تفتحها على الراوتر. يعني الراوتر زي ما في فتحات حقيقيه انترفيس فاست زيرو انترفيس سيريال زيرو سلاش 1 دي فتحات حقيقيه انت بتشوفها موجوده في الراوتر من ورا. في برضو الراوتر فتحات وهميه. يعني الراوتر ده انت قلت له كده شو اي بي انترفيس بريف. الراوتر ده فيه كام فتحه يا جماعه؟ ايثر 0 سلاش 0 سيريال 1 سلاش 0 سيريال 2 سلاش 0. في 3 فتحات. انا ممكن احط فتحات وهميه على الراوتر ده ازاي يعني؟ بص كده اهو يا عم انترفيس اقول له انترفيس لوب باك 0. ايه لوب باك 0 دي؟ فتحه وهميه اسمها لوب باك 0. عايز تحط لوب باك ثاني لوب باك 1 2 3 عندك يعني اللي انت عايزه عدد لا نهائي. طب ايه ده فتح لي انترفيس انترفيس وهمي عايز تحط له اي بي. اي بي ادرس وليكن مثلا يعني خلينا نجيب اي بي سهل جدا مش ده راوتر 1 خلينا نقول له ان الاي بي بتاعه 1111 سهل نجيب حاجه سهله كده. يعني ايه هو ده الراوتر اي دي او الاسم اسم الراوتر عايزين نعمل له اسم سهل كده. والماسك بتاعه 255 زي ما انت عايزه الماسك اللي انت عايزه. في ناس بتحب تعمله كده تحسين يحطوا له الماسك بتاعه 4255. عارفين اصلا 4255 في الماسك دي معناها ايه؟ معناها ان الشبكه دي لا يوجد فيها الا هذا الاي بي. الشبكه حتى لا فيها لا نتورك ولا برودكاست ولا ما فيش غير اي بي واحد بس هو ده. هتقولي طب ما ينفعش عشان لو حاجه توصلت عليه هتوصل عليه ازاي يا ابني؟ ده فتحه وهميه هتتوصل عليه ازاي؟ هي دي فتحه وهميه هتوصل عليها ايه؟ ما فيش حاجه توصل عليها. ففي ناس بتحب تعملها الماسك كده لكن انت حر. في واحد يحب يقول لك لا يا عم انا اخلي الماسك كده 255 255 0 ما فيش مشكله. لو انت دلوقتي يا تحسين عملت له شو اي بي شو اي بي انترفيس بريف بص كده تحسين عندنا فتحه اسمها لوب باك 0 الاي بي بتاعها 1111. ايه ده؟ لعلمك الفتحة دي أنا ينفع أبنج عليها. يعني لو افتح الجهاز كده وبنجت عليها على الراوتر كده قلت له بينج مسافة 1111 هيرد عليا. جميل. طب مش كده وبس، على فكرة لو عملت تلنت على الراوتر عليها هيفتح الراوتر. كده يعني هي برضو يعتبر انترفيس بمانج منه الراوتر. يعني تعالى ندخل كده لو قلنا له عملنا انيبل باسورد مثلا A1 وقلنا له لاين في تي واي 0 مسافه 4 وقلنا له ان الباسورد A1 وقلنا له لوجن. ده طبعا كلام قديم احنا عارفين عشان بس مانجر الراوتر. تعالى كده يا عم تحسين وقلت له يا عم اعمل لي تلنت دخلني على 1111 قال لا كلمه سر A1 فتح لي الراوتر.
يبقى اذا هي فتحه وهميه ولكن بتمكنني ان انا ابنج على الراوتر، بتمكنني ان انا امانج الراوتر او اعمل تلنت عليه ادخل على الراوتر يعني عشان ابرمجه. فاذا دي ميزه الفتحه الوهميه اللي هي او اللوب باك. نرجع للي كنا بنقوله، يبقى ايه هو الراوتر اي بي يا تحسين؟ الراوتر اي دي بتاع الراوتر عموما، اسم الراوتر في الاس بي اف، قال لك ان الراوتر اي دي العنوان المميز للراوتر ده هو اعلى لوب باك اي بي. يعني الراوتر ده ممكن يكون عليه انترفيس لوب باك 0 ولوب باك 1 ولوب باك 2، ده مثلا 1.1.1.1 وده 2.2.2.2 وده 3.3.3.3. اعلى واحد فيهم مين؟ هو ده. يبقى ده الراوتر اي دي، ده الراوتر اي دي. هتقول لي طب يا باشمهندس دلوقتي معلش يعني في السؤال بتاعنا هنا حضرتك انا مش عامل لوب باكات هنا اصلا، فاعلى مفيش لوب باكات اصلا، طب ايه يبقى الراوتر اي دي ايه بقى؟ قال لك بقى في الحاله الثانيه لو انت ما عندكش لوب باك اصلا، الحاله الثانيه هو اعلى فيزيكال اي بي ادرس. يعني ايه فيزيكال اي بي ادرس؟ اعلى اي بي بحق وحقيقي على الانترفيس او على الانترفيسز بتاعت الراوتر. يعني مفيش لوب باكات، خلاص ندور على الحقيقي بقى، يعني مفيش وهمي. فلما مفيش وهمي ندور على الحقيقي. يعني مثلا هنا الراوتر ده تحسين عليه حقيقي، معلوش قصدي وهمي، معلوش وهمي، فاعلى اي بي حقيقي فين؟ اعلى اي بي 11 ولا 10، هو ده. يبقى الراوتر اي دي بتاع راوتر واحد 12. واحد يقول لي مش مصدقك يا عم، عايز تتاكد؟ اقف على الراوتر ده وقول له شو اي بي اس بي اف انترفيس، شو اي بي اس بي اف انترفيس، هيجيب لك كل الانترفيسز اللي عليه. اي انترفيس هيقول لك ان الراوتر اي دي 12001، صح؟ طب بالنسبة للراوتر 4 أعلى أي بي حقيقي يا عم تحسين 13، راوتر 2 14، وبالتالي الراوتر ده لما قال له وريني جيرانك هيقول لك جاري 14001 جاري 13001، هبيجيب الراوتر أي دي بتاع الراوتر اللي جنبه، والراوتر أي دي هو أعلى أي بي لوب باك، أعلى أي بي وهمي. طب ما فيش وهمي يبقى أعلى أي بي حقيقي مع الفتحات الحقيقية يعني، نظرا لان مفيش وهمي فاداك الحقيقه على طول اهو. حلو يا تحسين؟ لغايه كده مفهوم؟ لغايه كده مفهوم يا عم تحسين؟ لا لا مش مهندس. حلو قوي. طب انا اقول لك على حاجه، تيجوا نعمل فتحات وهميه على كل راوتر، نيجي نعمل فتحات وهميه على كل راوتر دلوقتي كده على السريع. هنقول له تعالى يا راوتر واحد، واحنا عملنا راوتر واحد بس مش ناقصني بس غير ان انا اقول له WR ونقول له ريلود عشان طبعا. طب ريلود ليه؟ يا تقول له ريلود عشان يبدا يستارت الاوس بي اف من جديد، يا تقول له كلير اي بي اوس بي اف بروسيس. دي معناها ايه؟ كلير اي بي اوس بي اف بروسيس، اعمل ريستارت للاوس بي اف نفسه. يعني بص كده لما تيجي تعمل له ريستارت هيمسح العلاقات داون اهي ويرجع يعمل فول لودنج كانك مشغله لسه حالا. فتعالى كده قول له شو اي بي اس بي اف انترفيس، هنشوف اعتمد القيمه الجديده ولا لا. لا كده دي تهيسه من البرنامج. طب الحل هنقول له بس ايه؟ ريلود. خلاص احنا سيبنا، قول له ريلود. في راجل بيسالني بيقول لي ماشي ايه فايده الاي دي؟ هتعرف كمان شويه، بس خلينا نعرف ايه هو الاي دي، هتعرف كمان شويه ولا يهمك يا عم اكرم. تعالى كده نمسك الراوتر التاني، تعالى كل راوتر كده برضه هتفهم. احنا قلنا فايده اللوب باك فتحات وهميه ينفع احط عليها اي بي سهل وسلس، اي بي سهل وسلس عشان منه اقدر امانج الراوتر. هتشوف دلوقتي هتفهموها انا اقصد ايه دلوقتي.
تعال على راوتر 2 وقول له انيبل وكونف تي ونقول له انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس كام يا تحسين 2222 والماسك 255 255 255 255 ونقول له دبليو ار ونقول له ريلود عشان يعتمد ريلود عشان يعتمد القيمه الجديده. تعال على راوتر 3 نفس هو الكلام. كم لوب باك اقدر اعمله على الراوتر عشان العدد عدد لا نهائي انترفيس لوب باك. بص كده تحسين علامه استفهام اهي بيقول لك يا عمي براحتك معاك لغايه كم مليون يا تحسين اهو فين يا عم اهو وادي كمان كام دول كده يعني ما لهاش علاقه بالسيرز بتاع الراوتر يعني هي نفس العدد على لا 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 الراوتر شوف كم المدر. شوف كم ده كم مليار مش حاط 2 مليار و147 مليون و483 و647 الف تاني كده 2 مليار 147 مليون 483 الف 647 شوف عدد الفتحات تقدر تعملها عدد كبير جدا يعني. طيب احنا خلينا نقول احنا عملنا ايه هنا انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس انا على راوتر 3 اي بي ادرس 3 3 3 3 والماسك ده راوتر 3 راوتر 4 انيبل كونفيجري انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 4444 والماسك كنترول دبليو ار ونقول له ريلود. على فكره انا ما عملتش ريلود للراوتر 3 ولا دبليو ار اصلا دبليو ار ونقول له ريلود. تعالى بقى اخر حاجه راوتر 5 ونقول له انيبل كونفيجر. هي الفتحات الموجوده يا مهندس ممكن تتعرف على الاوس بي اف بروتوكول يعني ممكن تدخل ولا هي وعمليه. اصبر اصبر علي اصبر علي انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 5555 دبليو ار وريلود. حلو قوي كده حلو قوي كده. تعالوا بقى كده رجاله تعالوا بقى كده انيبل كلمه سر اي 1 اما نقول له شو اي بي اوس بي اف نيبر وريني جدول الجيران. اتفرج بقى على الجيران بقى المره دي يا تحسين. نستنى شوية. هنشوف صاحبنا ده لما يقوم كده الدنيا عبارة ايه. انترفيسز اب اهي المفروض ننتظر منهم انهم يبعتوا لنا ايه ابديت بالاوس بي اف. الراجل ده اصلا عليه كونفيجريشن ولا احنا مسحناه ولا ايه؟ شو ران اوز بي اف 1 شغال اهي. كنا دخلنا على انترفيس سيريال شوف الانترفيس ده الكونفيجريشن مش عليه كونفيجريشن اوز بي اف ولا ايه؟ ولا ده ايوه ولد احنا عملنا له تقريبا ريستارت من غير ما ناكد الكونفيجريشن اللي عليه فاستاذنك بقى كده معلش نفعل الاوس بي اف تاني عليه كده نقول له راوتر اوس بي اف 1 ونقول له نتورك ممكن نقول له هات كل اللي حواليك في خبطه واحده اريز. حلو كده تمام كده. تعالى تعالى بقى نقول له وريني الجيران شو اوس بي اف شو
اي بي اس بي اف نيبر. الله شفت ليه تحسين؟ فقال لك جنبك جارك 2 2 2 2 اللي هو راوتر 2، وجنبك جارك 4 4 4 4 اللي هو راوتر 4. دي حلوه في ايه؟ تخيل الاي بي بتاع راوتر دي حلوه في المانجمنت، لما يبقى عندك 100 راوتر رجاله تبقى انت مثلا عارف ان راوتر 2 2 2 2 ده بتاع اسكندريه، ده الراوتر اللي موجود في اسكندريه مثلا، و4 4 4 ده الراوتر اللي موجود مثلا في دمياط. يبقى اذا انا داخل على راوتر جاري، الراوتر اللي جاري بتاع اسكندريه وبتاع دمياط. ليه؟ الاي بي سهل، اي بي سهل، عنوان اسم، اسم مميز للراوتر، خدت بالك؟ طيب طيب ايه تاني عايز اقوله لك في النقطه ديت؟ الى جانب واحد يقول لي طب ثانيه واحده هندسه، ايه فايده الاي بي اللوب باك اللي انت عملته ده، او الراوتر اي دي ده اللوب باك، خلينا نقول لوب باك دلوقتي. الاي بي ده فيه ميزه يا جماعه، ان انا ممكن ادخل على الراوتر. يعني تخيلوا معايا ان ده كده راوتر او الجهاز اللي على اليمين 20 ده، يقدر دلوقتي يبنج على مين يا جماعه؟ يقدر يبنج على 10.0.0.1، الجهاز اللي هناك اللي على الشمال خالص ده. جميل. طب افرض عايز يدخل على راوتر واحد، يعني تخيلوا معايا ان هو عايز يدخل على راوتر واحد، هقول له خلاص يبقى تلنت على 1.1.1.1، بس لما يجي يبنج يا تحسين على 1.1.1 اصلا مش، ايه الاخبار؟ شايفه تمام؟ طب معلش كده خليك معايا برضو، يمكن انا بس عشان روقت الدنيا كلها هنا. راوتر الراجل مثلا اللي هنا ده، الجهاز اللي هو 10.1.10.0.0.1، عايز اخليه يدخل على راوتر 5، قدامي حل من اتنين يا تحسين، يقول له اعمل تلنت على 13.0.0.2، يا اعمل تلنت على 15.0.0.2، يا اما اعمل تلنت على 20.0.0.100، يا اما الحل الاسهل اعمل تلنت على 5.5.5.5. بالله عليكم ايهما اسهل؟ ايهما اسهل يا تحسين في الحفظ؟ اسهل ان انا اتلنت على 5.5.5، سهل سهل حتى في الحفظ. فانا لما اجي اعمل تلنت عليه كده تحسين، يعني اقول له مثلا انا اكزت واقول له بنج على 5.5.5.5، مش هيرد عليا، بيقول لي انريتشابل. ليه بقى؟ لان عشان تخلي الاي بي بتاع الراوتر اي دي ده يبقى بنجابل. بنجابل يعني ايه؟ بنجابل ينفع تبنج عليه، لابد انك تروته. يعني زي ما روتت الفتحة 20.0.0.100 و15.0.0.2 و13.0.0.2، كان واجب عليك وانت هنا كده تقول له راوتر اوس بي اف 1، وتقول له تحسين نتورك كام يا عم تحسين؟ ايه كام؟ 5.5.5.5.0.0.0.0 اريا 0. ساعتها يبقى الراجل ده ايه؟ بينجابل. ساعتها تقدر تدخل على الراوتر ده، بس في نفس الوقت افتح بقى الباسورد عليه، قول له انيبل باسورد اي 1 ولاين في تي واي 0 مسافه 4 باسورد اي 1 لوجن. فتعالى كده على الراجل ده كده قول له معلش بنج لي على 5.5.5.5، ايه الاخبار؟ 5.5.5 بقى بيرد عليا. ليه؟ لان انا خليته بنجابل. بنجابل يعني روتته زي ما بروت اي انترفيس. ساعتها دلوقتي ممكن انا تلنت على الراوتر ده، لو عملت له تلنت دخلني على 5.5.5.5، كلمه السر اي 1 فتح معايا، فتح معايا. واضحه يا تحسين؟ يبقى اللي بيسالني ايه فايده اللوب باك، فايده اللوب باك عموما، ميزه اللوب باك ان ينفع احط عليه اي بي سهل، لانه ده انترفيس وهمي وبياخد اي بي، وعن طريقه برضو بتمكن ان انا بدخل على الراوتر. اللوب باك اعلى لوب باك موجود على الراوتر هو الراوتر اي دي. يبقى هو الراوتر اي دي يا جماعه؟ نرجع للكلام اللي كنا بنحكيه من الاول. انا كنت بقول لكم جدول الجيران، جدول الجيران ما بيبانش فيه غير الراوتر اي دي بتاع جاري، الراوتر اللي جاري. طب ايه هو الراوتر اي دي بتاع الراوتر؟ اعلى لوب باك،
اعلى اي بي وهمي على الراوتر. طب افرض مفيش اي بيات وهميه، خلاص امري الى الله، يبقى اعلى اي بي حقيقي على الراوتر. طب واحد يقول لي طب ليه الراوتر بتحط له، ليه بتعمل له راوتر اي بي؟ هتعرف كمان شويه يعني ايه لازمته، هتعرف برضو كمان شويه. ولكن خلينا نقول صدقا كده مع بعض، ان لو انت اخترت الراوتر اي دي بتاعك اي بي سهل، يبقى انت واد برنس، صح كده يا تحسين؟ لو انت اخترت الراوتر اي دي بتاعك اي بي سهل، يبقى انت كده واد 100%، ويفضل انك تختاره اي بي سهل. ولو انت واد برنس اكتر، خليه بينجابل. خليه بينجابل يعني روته، روته زي ما بتروت اي انترفيس تاني عندك. عشان يا راجل يا طيب لما تيجي تعمل على الراوتر ده كده، بص كده اقف على الراوتر ده كده، قول له شو اي بي راوت. انا واقف على الراوتر اللي هو راوتر واحد كده، قول له شو اي بي راوت. شايف مين؟ شايف مين في الراوتنج تيبل؟ هتلاقيه شايف 5 5 5. طب امال فين 4 4 4 4 اهو؟ امال فين 3 3؟ طب 4 4 4 متشاف ليه؟ لان اصلا مراوت كل الانترفيسز عليه بكوماند ترويت اللي هو العام ده، اللي هو 0 0 0 4 255 ده. طب فين 2 وفين 3؟ فين بالله عليك فين 2 وفين 3؟ فين 2؟ مفيش لا 2 ولا 3. ليه؟ لان راوتر 2 ما خلاش الانترفيس او الفتحه 2 2 2 2 الاي بي ده اللوب باك بتاعه ما خلاهوش بينجابل، ما بعدوش في الابديت. والراوتر 3 ما خلاش 3 ما مبعود في الابديت. فانت لو واد شاطر، خلي ده يتبعت في الابديت وخلي ده يتبعت في الابديت. يعني اجي هنا كده وانا على الراوتر ده اقول له انيبل، عشان كلهم يبقوا بينجابل بالنسبه لي، واقدر اتست من اي واحد فيهم، واقدر اتنت على اي واحد فيهم. واقول له راوتر OSPF1، وما تنساش تقول له نتورك 22.22.22.0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 .
كونفتي راوتر اوس بي اف 1 ونتورك 3333 0000 اريا 0. تمام كده؟ عندك ممكن سؤال؟ اتفضل ثانية واحدة بس. لو انا وقفت على الراوتر ده دلوقتي تاني قلت له شو اي بي راوت ايه الاخبار؟ بص كده هو كده كده اوريدي شايف 1.1.1 دايركت كونكتد لان هو عنده. ودلوقتي كمان بقى شايف 2.2.2.2 بالاوس بي اف وشايف 3.3.3 شايف 4.4.4 وشايف 5.5.5 شافهم كلهم وبالتالي انا اقدر ابنج على اي راوتر فيهم بالاي بي السهل بتاعه بينج 3.3.3.3 بس خلاص. تمام؟ ها اتفضل يا تحسين عايز تقول ايه؟ الراوتر اللي على يدك الشمال خالص راوتر واحد لو نتخيل ان السويتش ده مكانه اي اس بي شركه نت يعني ماشي والراوتر واحد ده هو متواصل به على كده حضرتك عملت راوتنج بين الراوترات على كده هل هم قادرين يروحوا نت؟ سؤالك ده جاوبك عليه بكره المره الجايه يعني جاي هو جاي هجاوبك عليه المره الجايه مش مهندس اه بعد مش مهندس في النقطتين الأولى ممكن نعرف اللوب باك بأنه ممكن نقول مثلا هو باب خلفي للأدمن بتاع الشبكة يدخل بيه على الراوتر الله عليك واسمه نفسه سهل ومحدش يكون يعرفه الله عليك يا جميل جميل التعريف ده الله عليك شو قال لك حتى من اسمه حتى الشيخ محمود جاب ايه الاسم يعني قال لك هو باب خلفي للراوتر الادمن هو اللي يدخل منه وفي نفس الوقت عشان كده اخترناه اي بي سهل عشان الادمن يعرف يدخل منه الله عليك يا عم محمود الله عليك في نقطه ثانيه يا باشمهندس حضرتك قلت عاوزين نعرف النيبر انا عاوز اعرف النيبر الحقيقيين ليه يروح يدور على حاجات وهميه ويقول لي ادي عندك النيبر اهو وانا عاوز اعرف النيبر الحقيقي ولا انا كده فاهم غلط يعرف النيبر الحقيقي من ناحيه ايه بالظبط مش احنا بنقول ان انت قصدك ان هو بيظهر الانترفيس الاعلى صح ما هو مش الحقيقي هو مش الحقيقي ما ظهرليش 12 برضو يعني هو في اي حال ما ظهرليش 12 هو برضو جاب لك يعني هو جاب لك النيبر هو جاب لك النيبر لا هو جاب لك النيبر اللي هو مين بس 13 الانترفيس ده طب هو جاب ليه الانترفيس ده لان هو بيجيب لك اعلى اي بي ما كانش فيه لوباكات فبيجيب لك اعلى اي بي حقيقي طب انا لو سهلتها لو سهلتها بتقول ايه
لو في لوباك خلاص هيجيبه. خلاص هيجيب لك اللوب باك بتاعه. لذلك انا لو عامل اللوب باك ده سهل خلاص، يبقى انا فهمت مين المقصود ب 4444. ده الراوتر اللي انا حاطه في مدينة نصر. يعني ايه بتبقى اي بيهات سهلة. ما هو انا عاوز اعرف في النيبور الحقيقي اللي معمول عليه او اس بي اف، هستفيد بيه ان هو يجيب لي الوهمي انا النيبور يعني، مش انا عاوز اعرف الانترفيس اللي متفاعل عليه او اس بي اف الحقيقي. طب ما بيظهر على فكره، على فكره يا شيخ محمود الاو اس بي اف متفعل على كل الانترفيسز. امال فايده ان انا اعرف النيبور ايه؟ هقول لك على انا حاجه. بص يا جماعه، لو انا في شبكه كبيره جدا يا شيخ محمود، على فكره من ضمن الاماكن الواحد لما كان شغال في شبكه كبيره جدا كده فيها 100 راوتر 200 راوتر، لما كنت احب تلنت اعمل تلنت على الراوتر بتاع اسوان ده، كنت اروح على الرسمه اعرف الاي بي الحقيقي بتاعه كام. اي بي الانترفيس ده مثلا 41، طبعا الاي بيهات البابليك 41.196 دوت 53 دوت 17. شفت الاي بي ده عامل ازاي يا شيخ محمود؟ اظن مش سهل ان انا احفظه. فكنت اجيبه واكتبه في ورقه واقعد على الجهاز بتاعي واعمل تلنت على الاي بي ده. مع الاوس بي اف اصبح في اي بي لوب باك سهل، اللي هو الراوتر اي دي بتاع الراوتر ده اي بي مميز ليه، اي بي سهل وبسيط. فكان اسوان 44 دوت 44 دوت 44 دوت 44. بالله عليك ابنج انا على ده او تلنت على ده ولا تلنت على ده؟ ها ايهما اسهل؟ ايهما اسهل في المانجمنت، في الاداره، في التحكم بتاعك انت؟ 44. فهمت ليه بقى ايه المقصود ان انا اعمل هنا اي بيهات لوب باك واي بيهات هتكون سهله؟ 2 2 2 2 3 3 3 3. ما ينفعش يعني انا ممكن اعمل لوب باك هنا، ممكن اعمل لوب باك هنا 41 دوت 195 دوت 183 دوت 71، بس يبقى لازمته ايه؟ يعني انت عملته ده، انا عايز اعمله اصلا عشان يبقى سهل، رحت كلكعوري يبقى ملوش لازمه. لا بس هو باشمهندس انا اعتقد كده اللي فهمته ان هو عاوز يعرف الايبات البابليك من الراوتر اللي حواليه. مش البابليك يا ابني، مش البابليك، لا هو مش بالضروري. هو قصده كان عايز يعرف الايبات البابليك اللي هو بغير ما يعرف الراوتر اي دي اللي هي اللاين دي تي واي الفتحه الوهميه، يعني يعرف الراوتر الاي بي الحقيقي. بصوا يا رجاله عشان نتفق كده مع بعض، في كوماند اسمه شو سي دي بي نيبل، شو سي دي بي نيبل. الامر ده يا محمود انا واقف على الراوتر ده، لو كتبته يجيب لك الاي بي اللي لازق فيك على طول. ده يجيب لك الاي بي اللي لازق فيك على طول. فانت لو عايز تعرف الاي بيهات اللي لازقه فيك على طول، انت مش محتاج لا اس بي اف ولا كلام من ده. الكوماند ده، الكوماند ده شغال في اللاير 2 اصلا، بيجيب لك الايه الدايركت كونكتد راوتر. فانا عايز اعرف الاي بيهات بتاعتهم اللي لازقه فيا، انا مش محتاج لا اس بي اف ولا اي جي ار بي ولا كلام فاضي من ده. تمام باشمهندس. ما هو حتى في الاوردر، حتى في الكوماند بتاع الاو اس بي اف، هو بيجيب لك الاي بي الكونكتد بيك وبيجيب لك الانترفيس بتاعتك انت الكونكتد بي، هو ما هياها برضه اللي هي هيبين لك الاي بي اللي هو ايه يعني مثلا ليه. يعني لو حضرتك واقف على ار 1 وعملت شو اي بي او اس بي اوف نيبو انترفيس لا نيبو، بيجيب لك اللي هو ار 4 الريد بتاعه اللي هو 4 اربعات، وبيجيب لك لانك انت بتوصل ب 12002 بيظهر برضو. وريني كده. وريني يا باشمهندس اللي هو نيكست هوب، نيكست هوب اي بي ادرس، يعني شايفه عن طريق نيكست هوب اي بي ادرس يعني. ماشي كلام جميل، جايب لك انا عارفه عن طريق الادرس، بوصل له عن طريق النيكست هوب 12002. حلو حلو. وطالع على الانترفيس بتاعي، انا جايب اللوكال انترفيس وجايب النكست هوب اي بي. حلو حلو، يبقى انا فعلا بس جميل جميل. بس طب ليه انا بستخدم ده؟ ليه انا بحب احط الراوتر اي دي او الاي بيهات السهله دي؟
افرض انا عايز ادخل، بالله عليك دلوقتي، انا خليني دلوقتي انا واقف على راوتر واحد وعايز ادخل على راوتر اتنين، الاسهل لي اعمل تلنت على 2.2.2.2 ولا تلنت على 11.0.0.2، مع العلم ان في الحقيقه بقى ما بيبقاش 11.2 ده، انا جايب اي بي سهل، بيبقى اي بي مكلكع، فالاسهل لك تدخل على ده ولا تكتب ده؟ ها رد يا تحسين. لا اللوب باك طبعا بيحل مشاكل كتير تمام وبيوفر عليك حاجات كتير يعني. حلو قوي ده كده 100 100 كده 100 100 خلاص احنا فهمنا كده، فهمنا كده حتة اللوب باك. طيب حتة تانية يا تحسين، مثلا مثلا انا راوتر واحد ده دلوقتي، او خليني على راوتر اتنين واجبرتني الظروف لعمل ما، خد بالك انا عامل عليه لوب باك 2.2.2.2، فقمت عامل برضو انترفيس لوب باك مثلا 3 او بلاش كده 10، وحطيت له اي بي ادرس 10.10.10.10 والماسك كنترول زد ودبليو ار، وخلينا نعمل ريلود. دلوقتي يا عم تحسين راوتر ده، راوتر كام بقى؟ ده راوتر 3. راوتر 3 حلو. راوتر 3 دلوقتي يا تحسين اصبع عليه 2 لوبات 3.3.3.3 و10.10.10.10. بالله عليك بقى الراوتر اي دي بتاع ده كام؟ هيبقى كام؟ صح كده يا محمود؟ 10.10.10.10. لكن هتقول لا انا عايزه يبقى 3.3.3.3. يعني بص كده يا عم محمود، لو انا جيت كده وقفت على راوتر 5 وقلت له وريني يا عم النيبور بتاعك، انيبل شو اي بي اس بي اف نيبور، وريني جيرانك، لسه جايب 3 المفروض يجيب 10. شو اي بي اس بي اف نيبور، وانا هو انا عملت ايه ده؟ امال انا عملت 10 ده على مين؟ ضغطوا على 2 يا باشمهندس، على 2 يا ابن اللذين، على 2 على 2. ايوه صح كده، ده اللي عملناه ريستارت على 2. فدلوقتي راوتر واحد او بلاش نعيد الكلام تاني، راوتر 2 دلوقتي بقى عليه 2 لوباك 1.2.2.2.2 و10.10.10.10. طب انا دلوقتي الراوتر اي دي بتاع ده هيبقى كام؟ اكيد هيبقى كبير. طيب ما تتأكد كده بنفسك، تعالى كده على راوتر واحد وقول له شو اي بي اس بي اف نيبور، وريني جراني اهو. طب والعمل يا عم، والعمل تحسين تحسين يقول لي بس معلش انا عايز الاي بي المميز لراوتر اتنين ما يكونش 10، انا عايزه يكون 2. هقول لك لا يا حبيبي ما ينفعش، لازم يكون اعلى لوب باك، فهو خد الاعلى، بس انا عايزه معلش انا لظروفي دلوقتي عايزه 2.2.2.2. في الحاله دي انت لازم تجبر الراوتر ده، بيقول لك تعمل حاجه كده بالعرض، بيسموها كده تهارد كود الراوتر ده. عارف يعني ايه تهارد كود يا تحسين؟ تجبره، تغصبه، تخصبه. عارف انت بقول لك خد يا تحسين ايس كريم ده، يا عم انا مش عايز ايس كريم، انا عايز اشرب عصير يا عم. هو مفيش طب بص مفيش عصير يا عم، ادي كوبايه العصير قمت شايلها من قدامك، هو ايس كريم، فانت طبعا جعان مثلا مجبر خلاص فهتاخد الايس كريم، فانا فعلا مجبر عايز اجبر ده انه يبقى 2.2.2.2. في الحاله دي بعمل ايه يا تحسين بقى؟ في الحاله دي بقف على راوتر 2، لو عايز اجبره على اي دي معين انا عايز اديه له، بقول له انيبل، بقول له كونفيج تي، بقول له راوتر اس بي اف 1، واقول له بقى في كوماند جميل قوي ده اسمه راوتر اي دي 2.2.2.2 كده، كاني بقول له يا راوتر انت صايع عليك اكتر من لوب باك، وانت عشان تختار الراوتر اي دي بتاعك هيبقى على اللوب باك فيهم. لا الراوتر اي دي بتاعك هيكون ده غصب عنك ده، خد بالك انا لما ضغطت انتر كتب لي الكوماند ده بيقول لي اعمل كلير اي بي اس بي بروسيس عشان يعمل يعني ريستارت لعمليه الاس بي اف
ولكن البرنامج الباكت تريسر ده مش حلو في عمليه الريستارت الاو اس بي اف. احنا ممكن نعمل دبليو ار ونعمل ريلود ونعمل ريلود. كلام جميل. وتعال نتفرج بعد ما نعمل عمليه الريلود دي, تعال نتفرج لما صاحبنا ده يقوم نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. هيشوفوا فعلا 2 2 2 ولا 10 دوت 10 دوت 10 دوت 10. انا اخبرته دلوقتي. اوكي. ها؟ سؤال اوكي. استنى قبل ما تسال نجرب بس عشان بدل ما قبل ما ننسى بس. تعالى كده الراجل ده كده قول له وريني عام شو اي بي اوز بي اف نيبرز. ما زال شايفه 2 2 2 2. اصبر بقى. ما صح كده, ما ده اللي انا عايزه. ما ده اللي انا عايزه انه يرجع 2 2 2 2 بعد ما كان شايفه 10 10 10 10. صح كده. يبقى انا كده اجبرته ان يشوف اي دي او ان الراوتر يبقى له الاي دي اللي انا عايز اديهوله. اتفضل يا عم محمد, عايز تسال تقول ايه؟ احنا قلنا قاعدة اللوج باك هو رقم سهل نستخدمه. ايوه وضع ليفت. الو احنا قلنا الو ولا وضع ليفت بتقول ايه؟ اللوب باك قلنا انه فاعلته رقم سهل ممكن نسوي مانجمنت وغيره زين. ليش اكثر من اللوب باك موجود؟ يعني ممكن نسوي ملايين. واحد هو كافي, ليش البقيه موجوده؟ ان شاء الله ده تعرفه في السيسي ان بي يا محمد, ان انا ساعات ببقى محتاج اعمل اكتر من لوب باك, محتاج ان انا اكتر عدد معين من الشبكات لغرض معين. خدت بالك؟ شكرا. يعني ده بتشرح بالتفصيل شويه في السيسي ان بي. طيب كلام جميل, كلام جميل. يبقى احنا دلوقتي تعالى نرجع للكلام اللي كنا بنقوله. احنا نرجع للبدايه خالص. باشمهندس قول يا غالي. هو الراوتر اللي انا فهمته ان الراوتر اي دي مرتبط ببروتوكول الاو اس بي اف, يعني مش حاجه جنرال على الراوتر كله. الراوتر اي دي انا حاسس ان هو مرتبط. أيوة بالبروتوكول. ايوه يا عم. يعني الريب ما فيهوش راوتر اي دي. الاو اس بي اف في راوتر اي دي. الاي جي ار بي ان شاء الله لما تيجي تاخده في راوتر اي دي. تمام. يعني كل بروتوكول انت بتحط له هارد كود بايدك. الاي دي راوتر اي دي او هو راوتر اي دي مختلف عن يعني مثلا التاني. فرضا ان انا عملت لوب باكات هو ما عليهوش الا لوب باك واحد فاكيد هياخده. طب افرض انا عايزه اللوب باك معين بالاخص هو ده, خلاص بهارد كوده بقى بكتبه اكبره على الاي بي ده. تمام. اوكي تمام. فاحنا كنا بنقول ان الاوس بي اف تيبل, حتى انا بديت الكلام يا تحسين, اوس بي اف تيبل كان بيبقى فيه جدولين, الراوتنج تيبل والنيبر تيبل. الراوتنج تيبل بتشو اي بي راوت بيظهر لك احسن المسارات, اما النيبر تيبل بتقول له شو اي بي اوس بي اف نيبر بيظهر لك الجيران. مين في الجيران بالظبط؟ بيظهر لي الراوتر اي دي بتاع جاري. طب ايه هو الراوتر اي دي؟ ما شرحناه. اعلى لوب باك. طب ما فيش لوب باك, اعلى اي بي حقيقي. طب لو في عندي لوب باك واثنين وثلاثه واربعه هيختار اعلى واحد فيهم. طب افرض انا عايزه يختار القيمه اللي هنا دي, يبقى هارد كوده بقى في كوماند اسمه راوتر اي دي بكتبه واقول له الراوتر اي دي بتاعك هو مثلا 5.5.5.5 مثلا يعني. طيب كلام جميل. طب انا ليه بحتاج ايه الراوتر اي دي؟ وانت عم تدخلنا في قصه كده. طب ليه يعني؟ لازمته ايه؟ هتعرف دلوقتي. تصميم الشبكات بتاعت الاوس بي اف يا جماعه, الاوس بي اف توبولوجي عندنا طريقتين في التوصيل. اول طريقه يا عم تحسين طريقه اسمها بوينت تو بوينت, انك بتوصل على كابل السيريال. كابل السيريال بوينت تو بوينت. طب افرض انا موصل على كابل الايثرنت, فتحات الايثرنت, قال لك دي اسمها برودكاست مالتي اكسس. برودكاست مالتي اكسس, حتى بيدلعوها بيسموها بي ام اي, برودكاست مالتي اكسس. طب افرض كان الراوتر ده كده واصل بالراوتر ده هو كده هو عن طريق كابل ايثرنت, بقت برضو التوصيله دي كده اسمها بي ام اي, برودكاست مالتي اكسس.
طب ليه سموها برودكاست مالتي اكسس؟ بص كده، مالتي اكسس يعني اكتر من دخول على نفس النقطه، اللي هو السويتش ده في اكتر من دخول عليه على نفس النقطه اللي هو نفس السويتش يعني. طب برودكاست يعني لو الراوتر ده عايز يقول لك، الراوتر ده لو بعت برودكاست، البرودكاست بيسمع وبيروح لكل الرواتر التانية، لان السويتش زي ما انتوا عارفين يا رجاله بيعدي البرودكاست، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ صح. تعالى، طب تعالى نمسك البتاع العاديه اللي هي البوينت تو بوينت. لو راوتر متوصل براوتر بكابل سيريال، لو قلنا الراوتر ده موجود في السنترال قديم، والراوتر ده احنا لسه مركبينه نيو، فاول ما الراوتر النيو يتركب هيقوم باعت لصاحبنا ده يقول له هلو. على الاي بي كام يا عم الحاج؟ ها على الاي بي كام؟ 224.005. جدع، خلينا نجيب القلم ده يبقى سريع معايا شويه، مش عارف انا صاحبنا ده بطيء ليه. هيقوم بعت له اقول له يا عم تحسين هلو على اي بي 224.005. هيقوم صاحبنا ده يقول له ها هلو ورحمة الله وبركاته، برضو على 224.005. يقوم صاحبنا ده بعت له ال ال اس اي بتاعته او الراوتنج تيبل اللي عنده، وده برضو بعت له ال ال اس اي بتاعته. خلاص، ده بعت الراوتنج تيبل وده رد عليه بالراوتنج تيبل. حصل لهم ايه؟ حته الادجيسنسي، او حصل لهم حته الايه، حصل لهم اللودنج او الكونفرجنس، او الاثنين عملوا تبادل منفعه، يعني كل واحد خد الراوتنج تيبل بتاع الثاني، مفيش فيها مشكله خالص. يعني البوينت تو بوينت في التصميم والتوصيل مفيش فيها اي مشكله، لكن البي ام اي ده يا رجاله كارثه، بمعنى كلمه كارثه، كارثه بكل المقاييس. ازاي يعني؟ تخيلوا معايا الراوتر ده ايه مثلا، وادي بي وادي سي وادي دي، ايه هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه او ال ال اس اي بتاعته للناس التانية؟ فهيبعت ال ال اس اي بتاعته، هيبعتها للسويتش على برضو كام؟ 224. خدوا بالكم ال ال اس اي برضو بتتبعت على 224.005، فهيبعت ال ال اس اي بتاعته على 224.005. فيقوم صاحبنا ده يعمل ايه؟ طبعا 005. طبعا ال ال اس اي مبعوت على مالتي كاست ادرس، السويتش ما بيفرقش ما بين المالتي كاست والبرودكاست، فهيعتبرها ايه يا تحسين؟ برودكاست. فيقوم باعتها كده وباعتها كده وباعتها كده، توصل الكل. فيقوم صاحبنا ده لما يجي له راوتنج تيبل في حاجه فيها محدثه يقوم يعمل ايه؟ يقوم يبعتها كده، تيجي للسويتش يقوم باعتها كده وباعتها كده وباعتها كده. طبعا سي كانت جات له معلومه ثانيه، يقوم عامل ايه سي؟ يقوم باعتها كده، وتيجي للسويتش يقوم باعتها كده وباعتها كده وباعتها كده. بي اصلا كانت جات له معلومه فيقوم باعتها كده، تيجي للسويتش يقوم باعتها كده وباعتها كده وباعتها كده. طب ما اصلا ايه جاله ابديت اصلا؟ ماشي، احنا وراه، احنا نروح فين؟ يقوم باعته كده، تيجي للسويتش يقوم باعته كده وباعته كده وباعته كده. ايه اللي حصل هنا يا جماعه؟ بعد شويه، اصبر عليها شويه كده، دقيقتين ثلاثه اربعه خمسه، هتبص تلاقي هنا حصل حاجه تحسين بيسموها ستورم اوف برودكاست. عارف عارف كلمه ستورم يعني ايه؟ عاصفه. الله عليك، عاصفه الصحراء، عاصفه. بس على فكره انا حاسس ان المشكله اللي حصلت دي بسببها السويتش. ما هو سببها السويتش، سببها السويتش. ايوه انا معاك، بس فعلا انا محتاج اوصل في الكور بتاع الشبكه بتاعتي، او في قلب الشبكه بتاعتي، او في السنتر الرئيسي، عايز اوصل الراوتر بالمنظر ده، فلازم اجيب سويتش واربطهم ببعض. وجود السويتش عمل لي مشكله. بس انت قلنا دلوقتي ان حتى لو رابط ايثرنت كان يعتبر بي ام اي، يعني حتى بس هو حتى لو ايثرنت على قد راوترين، بص كده، على قد راوترين مش مشكله، ده هيبعت ابديت، ده هيبعت ابديت، ده هيبعت ابديت، ده هيبعت ابديت. انما هنا يعني كله بيمشي على كله. عارف انت
يعني واحد خد قلم بيقوم ماسك التانيين كلهم مديهم اقلام، ده خد قلم طب والله لا خلصوا فيكم كلكم، طب خد فاهمني، كل واحد بيجي له ابديت بيبعته للكل تاني، والسويتش عمال بيبعت. بعد شويه بيحصل اختناق الباند ويتس هنا بيختنق، وتبص تلاقي حتى الدنيا هنا ماتت والشبكه بتاعتك تقلت جدا جدا جدا، لدرجه ان ما عادش في ترافيك ماشي. ترافيك يعني مثلا بعمل بنقل فيلم، بنقل فيديو، بنقل اي ملف صوتي، بنقل اي بيانات، بعمل داونلود لاي حاجه، ماتت جدا هنا، مع ان ده قلب الشركه بتاعتك او قلب الشبكه بتاعتك، المفروض في ترافيك عالي هنا اصلا بيعدي، الدنيا هنا ماتت. بسبب ايه يا عم؟ البرودكاست اللي نشأت نتيجه لوجود السويتش مع الرواتر دي. طب حلها ايه؟ قال لك بس ايه حلها يا عم تحسين؟ حلها انك تعمل انتخابات. بس انتخابات اه قبل الانتخابات، الفرق بين الايثرنت والسيريال هنا هاي الحاله، بس الفرق 300 بوينت تو بوينت، الفرق ما بين الاثنين. نعم. لو انت موصل ايثرنت كده مفيش مشكله، على قد نقطتين، ده هيبعت ال LSA بتاعته لده وده هيبعتها لده، في مشكله؟ في مشكله لغايه كده؟ انا مفيش مشكله. المشكله نتيجه لوجود السويتش مع اكتر من راوتر، يعني الايثرنت ما له دخل سواء كان ايثرنت او السيريال. بتقول ايه؟ يعني مو مشكله الايثرنت او السيريال، يعني هسه انت قلت قبلها انه اذا كان راوترين فقط ومربوطات عن طريق الايثرنت راح يعتبرون بي ام اي. المشكله مو المشكله مو بوينت تو بوينت. المشكله حبيبي المشكله في المالتي اكسس. لا بس قبلها انت قلت اذا هذا بوينت تو بوينت مربوطات ايثرنت يعتبرون بي ام اي مو بوينت تو بوينت. هقول لك على حاجه نتيجه للديزاين ده اللي عامل لي مشاكل، قال لك احنا هنعتبر فتحات الايثرنت، هنعتبرها فتحات برودكاست، هنعتبرها فتحات ايه؟ برودكاست. فمسمى البرودكاست اصلا يا شيخ محمد بينطلق على مين؟ على فتحات الايثرنت. ليه؟ لان فتحه الايثرنت لها قابليه ان هي تتوصل على سويتش، والسويتش يتوصل على راوتر وراوتر وراوتر. لكن الفتحه دي لو اتوصلت على سويتش تاني، فتحه راوتر براوتر بكابل ايثرنت، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. اوكي شكرا. يعني السيريال هتقول لي اذا دي يربط على ايثرنت، هتقول لي اذا دي كده بقت تصميم بوينت تو بوينت. انا معاك ان هي تصميم بوينت تو بوينت، ولكن وارد ان انا ممكن احط سويتش هنا وبعد كده اجيب راوتر تاني كده ما بقتش بوينت تو بوينت. انما كابل السيريال، كابل السيريال مفيش سويتش اصلا بيشيل كابلات سيريال، يعني كابل السيريال هي الفتحه، كابل واحد طالع من فتحه بيسلم في فتحه ثانيه وخلاص كده. مفيش منظر تاني ممكن ينتج عن البتاعه دي، يعني هو المنظر ده كابلات السيريال، هو المنظر ده بس. طب كابل الايثرنت؟ لا، كابل الايثرنت ممكن يبقى المنظر ده وممكن برضو يبقى المنظر ده. يعني سويتش ما بيبقى فتحات السيريال سويتش؟ لا مفيش فتحات لسويتش، انت مفيش سويتشات بفتحات سيريال. يعني ممكن نقول بس مهندس اني بوينت تو بوينت دي عباره عن فكرة توصيل وليس سيريال او ايثرنت، ممكن نقول كده بوينت تو بوينت يا شيخ محمود، يعني نقطة فكرة توصيل، ممكن نقول فكرة توصيل سواء بسيريال او ايثرنت ولا لا؟ ولا ما نقدرش نقول كده؟ لا ما نقدرش نقول كده، يعني بوينت تو بوينت نقطة بتسلم نقطة، يعني نقطة، بص نقطة بتكلم نقطة، حلو كده؟ هتقول لي طيب ما هي انت كده بتقول لي نقطه بتتكلم نقطه في السيريال صح كده؟ طب ما انا ممكن كده ممكن تبقى كده اهو، اهو ده ايثرنت اهو، ومعلش نقطه برضو بتتكلم نقطه صح كده؟ هقول لك طب افرض انا حطيت هنا سويتش كده وجبت راوتر هنا، بقت كام نقطه؟ بقت نقطه 2 3 4، ما عادش ينفع تقول لي نقطه بتتكلم نقطه. يبقى اذا المقصود بالتوبولوجي لما اقول لك الاوس بي اف توبولوجي
بوينت تو بوينت من نقطه لنقطه، يبقى دي كابل سيريال يصل ما بين الراوترين. طب بي ام اي يبقى اذا هوصل من الرواتر دي، اوصل الرواتر دي ببعضها بكابلات ايثرنت، سواء هتوصل كده هدي برضو هنسميها بي ام اي. ليه؟ وارد ان يتحط هنا سويتش، هتبقى انت عملت ايه؟ فلازم تجرى انتخابات، مع ان هنا مفيش مشكله يعني لو ده اتوصل بده كده مفيش مشكله خالص، عادي اشتغل هلو هلو، خد ال ال اس اي، هات ال ال اس اي، خلاص انتهت. المشكله في دي لو حط لي سويتش وصل لي عليه اكتر من راوتر، هي دي المشكله. تمام؟ فاذا قال لك لا خلاص بقى، يبقى احنا نصنف الفتحات. لو الفتحه سيريال اكيد اكيد هو كابل واحد اللي هيطلع منها يلمس في فتحه ثانيه، لان ما عندناش سويتش، ما فيش حاجه اسمها سويتش يوصل كابلات سيريال ببعضها، يبقى هي كابل واحد، فنسمي دي كده بوينت تو بوينت. طيب فتحه الايثرنت، فتحه الايثرنت يا عم احتمال توصل مباشر على راوتر، واحتمال توصل على سويتش، والسويتش يوزع على رواتر يا عم الحاج، فيها احتمالين. لا خلينا مع الاحتمال الايه السيء، ايه الامتحان الاحتمال الاسوأ ان هي توصل بالمنظر ده. لا في الحاله دي ما اقدرش اقول عليها بوينت تو بوينت، يبقى اسميها بي ام اي برودكاست مالتي اكسس، اكتر من دخول على نفس النقطه. ماشي كده يا رجاله؟ ماشي. شنو معنات مالتي برودكاست؟ يعني برودكاست عرفناها، مالتي برودكاست شنو؟ مالتي اكسس اكتر من راوتر متوصل على نقطه واحده بصورة عامة. مالتي برودكاست، مالتي اكسس، مالتي اكسس، مالتي اكسس. لا مو على هذه الجملة بصورة عامة، برودكاست ومالتي برودكاست، يعني مو على هذه الجملة. انا اعرف هاي مالتي اكسس. طب انت عندك مالتي برودكاست فين؟ ما يعني موجودة يعني ضمن هذا، يقول يدعم المالتي برودكاست. لا هات لي الموضوع، ايه مين اللي بيدعم المالتي برودكاست؟ يعني ماكو نس، يعني ماكو فرق مالتي يعني الا مالتي اكسس برودكاست. يا حبيبي اسم البتاع ايه؟ يعني مصطلح مالتي برودكاست، مصطلح زي ما انا كاتبه كده يا محمد، برودكاست مالتي اكسس. مالتي اكسس يعني اكتر من معده متوصله على نقطه دخول واحده الا هو السويتش. برودكاست اي يعني طبعا، يعني عايزين نقول برودكاست يعني ايه؟ يعني لو احد هذه الاجهزه باع برودكاست، السويتش طبعا بيعدي البرودكاست، هيعدي كده ويعدي كده ويعدي كده. هو ده بقى اللي بيعمل لي الستورم، العاصفه، لان السويتش بيعدي البرودكاست. تمام؟ طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا قلنا في عاصفه هتحصل ستورم، طب حلها ايه؟ ايه الحل؟ حد عنده حل؟ الشبكة دي كده باش مهندس مصيرها الوفاء، لان مش هتكمل صح كده؟ شبكة ايه؟ اه بالظبط، الدنيا هنا هتموت، مصيرها الى الوفاء. الله يفتح عليك يا اش محمود، مصيرها الى الوفاء، الدنيا هنا هتموت نتيجة للاختناق اللي بيحصل. طب انا مش عايز الاختناق ده يحصل يا رجالة، طب اعمل ايه؟ قالك بس يا عم اعمل كونكشن بقى، اسمع بقى. قالك ايه؟ النبي عليه السلام بيقولك، اذا صلى الله عليه وسلم بيقولك اذا كنتم ثلاثة فايه؟ امروا احدكم. الله عليك، الله عليك، فامروا احدكم، يعني خلوا لكم كبير هو اللي يتكلم بنيابه عنكم. يبقى في الحاله دي يا رجاله احنا لازم يبقى لنا كبير، يعني مثلا الراجل ده عايز يبعت الشبكات بتاعته للناس، لا ما تبعتهاش بقى لكل الناس بقى، يخليك يا راجل منظم يا اخي، ابعتها للكبير والكبير هو اللي يوزع. حصل مشكله والشبكه هنا قطعت، ابعت للكبير والكبير هو اللي يبلغ يا جماعه الشبكه دي قطعت. ايه رايك يا عم محمود؟ ازاي يعني؟ بص يا عم، الراوتر الكبير هنسميه، تعالى نسمي ده مثلا الراوتر ده 1.1.1.1، اللوب باك بتاعه، وده 2.2.2.2، وده 3.3.3.3، وده عم محمود 4.4.4.4. هنقول يا شيخ محمود ان هنختار الراوتر الزعيم الامير، فاول حاجه هنسلكت بنسميه الدي ار. الدي ار يا شيخ محمود ديزيجنيتد راوتر، اللي هو
الراوتر المنتخب زعيما. طب وده بختاره على اي اساس يا عم محمود؟ بص يا عم، واحد هو الراوتر صاحب اعلى برايورتي. ايه ده؟ ايه البريورتي دي؟ بص يا عم، من وجهة نظر الاوزبيف، من وجهة نظر الاوزبيف، فتحات السيريال اصلا ما لهاش بريورتي، البريورتي بتاعتها بصفر. فتحات الايثرنت البريورتي بتاعتها الديفولت بتاعها بواحد، واحد واحد واحد. فانا عايز اخلي الراوتر ده هو الدي ار، هو الزعيم. هقوم داخل على الفتحة بتاعته دي يا شيخ محمود كده واقول له الكوماند ده اي بي اوس بي اف برايورتي، واقول له مثلا معاك بقى من 0 لما 255، اقول له مثلا 20. وبالتالي البريورتي بتاعت الراجل ده من واحد بقت ايه؟ 20. يبقى ده مين يا محمود؟ ده الدي ار. طب افرض يا باشمهندس انا ما لعبتش في اي حاجه، لا بريورتي ولا بتاع، سبتها على وضعها الطبيعي واحد، الدي ار هيبقى مين؟ هيقول لك هو الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. عرفتوا بقى راوتر اي دي انا كنت محتاجه ليه؟ هو الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. على وضعنا ده كده، على وضعنا ده كده، فين الدي ار؟ 1111 ولا 2222 ولا 3333 ولا 4444؟ هو ده الدي ار راوتر. طب كلام جميل، كلام جميل. معلش كده خليني اوريك حاجه على اللاب. على اللاب بتاعي هنا طبعا كله متوصل سيريال زي ما انتم شايفين. لو جيت تبص كده، تعال على اي انترفيس سيريال يا محمود، انا قلت له شو اي بي اوسب، شو اي بي اوسب اف انترفيس سيريال 1 سلاش 0. اتفرج كده يا شيخ محمود، البروسيس اي دي بواحد، كلام جميل. الراوتر اي دي 1111، ماشي. شوف بقى نتورك تايب بوينت تو بوينت، الراوتر ده بالنسبه للانترفيس دي سيريال 1 سلاش 0، نوعها ايه؟ بوينت تو بوينت، يعني البورت ده سيريال اصلا، اهو ماشي سيريال 1 سلاش 0. الكوست ده طبعا المتريك بتاعه 66. ما خلاص احنا فاهمين اللعبه، كمل كده. الديلي بتاعه 1 سكند، ماشي. ستيت نوعها برضو تاني بوينت تو بوينت. البريورتي بكام؟ صفر. انا قلت لك الفتحات السيريال ملهاش لازمه، البريوريتي بتاعتها بصفر، ما بيحصلش عليها انتخابات، ما بيحصلش اصلا على الفتحات السيريال اختناقات، فانا مش محتاج عليها بريوريتي. طيب طبعا الهالو تايم ب 10 والديد انترفال ب 40، دي حاجات انت عارفها دي. طب بص كده يا شيخ محمود، لو انا قلت له على الانترفيس ايسر 0 سلاش 0، اتفرج كده يا عم محمود، نوع الشبكة طبعا لانك انترفيس ايثرنت فبقيت برودكاست مالتي اكسس نتورك تايب ايه؟ برودكاست. البريوريتي بكام يا عم محمود؟ بواحد، لان احنا اتفقنا فتحات الايثرنت الديفولت بتاعها من غير ما العب في قيم البريوريتي هي جايه من المصنع بواحد. طب حالة الراوتر ده ايه؟ دي ار. هتقول لا دي ار ما حصل انتخابات مع الراوتر، هو في اصلا الراوتر هنا ما فيش غيره، عارف انت عمل انتخابات وقعد هو على الكرسي، مفيش غيره، هو الدي ار ومفيش بقى نائب ليه كمان. طيب نرجع تاني كده، يبقى احنا كنا بنقول يا عم محمود ان يبقى احنا لازم نختار زعيم. اول حاجه لازم نختار دي ار، والدي ار ده هو الراوتر صاحب اعلى برايورتي، حلو، دي رقم واحد.
طب ما فيش اصلا بريورتي كلها بواحد متساويه، يبقى في الحاله دي نلجأ للاختبار الثاني، هو الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. يعني لو قلنا ان الراوتر ده مثلا 1.1.1.1 والراوتر ده 2.2.2.2 والراوتر ده 3.3.3.3 والراوتر ده 4.4.4.4. فين الدي ار يا عم محمود؟ البريورتي ما احنا اتفقنا بواحد. بعد ما بنختار الدي ار يا رجاله بنختار النائب بتاعه الا وهو البي دي ار. البي دي ار يعني اختصار ليه يا عم محمود؟ باك اب. باك اب دي ار النائب بتاع البي دي ار او البديل بتاعه. طب بختاره ازاي؟ على نفس برضو الاساس بتاع دول. هتقول له ازاي يعني؟ اهو هو الراوتر صاحب ثاني اعلى بريوريتي. الحته الثانيه هو الراوتر صاحب ثاني اعلى راوتر اي دي. طب حد يعرف يقول لي فين البي دي ار هنا؟ البي دي ار هنا فين؟ جدع، يبقى هو ده البي دي ار. طيب انا بقى استفدت ايه او كسبت ايه من الموضوع ده؟ ان انا عملت انتخابات وخليت في دي ار وبي دي ار. البي دي ار على فكره يا عم محمود ملوش لازمه على الاطلاق، غير ان لو الدي ار وقع يقوم مكانه. لو الدي ار خرج من الخدمه يدخل البي دي ار مكانه على طول، يبقى هو الدي ار. تمام؟ دي لازمته، انما هو ياخد رد فعل؟ عمره ما يقدر ياخد رد فعل طول ما الكبير موجود، طول ما الكوماند موجود، ما ينفعش. حلو قوي. تخيلوا معايا بقى، تخيلوا معايا. الراجل ده اللي هو راوتر واحد. خد بالك، طب في الحاله دي، طب ثانيه واحده. الراوتر ده الزعيم، ده الدي ار، والراوتر ده نائب الزعيم اللي هو البي دي ار. طب يا ترى الراوتر ده اسمه ايه؟ والراوتر ده اسمه ايه؟ دول بقى عامة الشعب بقى. بيبقى لهم اسم، بيبقى لهم اسم، عارف بيبقى لهم اسمه ايه؟ اسمهم دي ار اذر. يعني الدي ار واحد تاني. ها، دي ار اذر. الدي ار واحد تاني، مش انا. دي ار اذر. في ناس بتحب تدلع يقول لك دروثر. ما تعرفش دروثر دي معناها ايه، بس يقول لك دروثر. دروثر يعني ايه؟ يعني هي دي ار اذر، الدي ار واحد تاني، مش انا. انا من عامة الشعب. يبقى ايه ده؟ الدنيا اتقسمت اهي، بقى عندنا زعيم ونائب زعيم وعامة شعب. زعيم ونائب زعيم وعامة شعب. طب حلو قوي. تعالى بقى كده يا راجل يا طيب نتفرج. افرض الراجل عامة الشعب اللي هو 1.1.1 ده عايز يبعت الراوتنج تيبل بتاعه، او عايز يبعت الابديت بتاعته، او عايز يبعت ال اس اللي عنده. يبعتها لمين يا ابو فرحان؟ للدي ار، وبرضه خد بالك برضه بتروح للبي دي ار. طب في اي بي معين بيبعت عليه؟ اه، بيبعت على الاي بي 224.0.0.6. ايه ده؟ ده الاي بي الخاص بالدي ار. اللي عايز يكلم الرئيس يكلمه على 224.0.0.6. يبقى الراجل ده عايز يبعت الراوتنج تيبل بتاعته، مش هيبعتها بقى هيصك، مش هيصه هي كده تروح للناس كلها، لا، تروح للزعيم. يا ريس خد بقى الابديت اهو 224.0.0.6. وطبعا الدي ار عرف، البي دي ار اصل عرف لانه من عامه الشعب، اسف، لانه نائب الزعيم هو عارف. طب هل البي دي ار يقدر ياخد رد فعل، يقدر يبلغ الناس بالابديت الجديد ده؟ لا ولا اي حاجه. طالما الدي ار موجود انا عارف كل حاجه بس مدكن. اول ما الدي ار يقع اقوم مكانه على طول، عشان الناس، عشان ما يحصلش الهيدك او ما يحصلش الستورم بتاع البرودكاست في الشبكه دي. حلو. يقوم الدي ار يعمل ايه؟ تخيلوا معايا ان في راوتر تاني مثلا هنا كده،
يوم ده بعت لي ده وبعت لي ده. خد بالك بقى الدي ار لما يحب يبلغ حاجه للناس بيبلغها على كام يا عم محمد ابو حامد؟ 0.5 24 00 كام؟ 5. يبقى اذا لو حد من عامه الشعب حب يكلم الرئيس يكلمه على 224 006، الرئيس حب يكلم عامه الشعب يكلمهم على 224 00 كام؟ 5. واضحه الفكره يا رجاله؟ واضحه الفكره؟ طب افرض في شبكه وقعت هنا عند اثنين، وقعت، يقوم يبلغ الرئيس على 224 006، وطبعا يبلغ الرئيس ونائب الرئيس كمان دي ار والبي دي ار، والدي ار يبلغ الناس الثانيه على 224 005، يا جماعه الشبكه 20 وقعت امسحوها من عندكم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ثانيه واحده، كده عملنا ايه؟ كده قللنا او قضينا تماما على الستورم اللي كان ممكن تحصل هنا. دي كان دي الحل، حل مشكله البي ام اي البرودكاست مالتي اكسس، الستورم برودكاست اللي بتحصل نتيجه للتوصيله دي، حلها في ان احنا ننتخب زعيم دي ار وبي دي ار نائب زعيم. ها قول يا راجل يا طيب. هو سؤال بعيد عن اللي بنشرحه ده خالص، بس ممكن اساله عادي يا عم ولا اساله؟ لو كان في صميم الموضوع هرد عليه، مش صميم الموضوع خليه اخر الحصه. لا خلاص يبقى اخر الحصه. طيب مش مش مهندس بعد اذن حضرتك، انا اسف جدا، البريوريتي بيتحدد ازاي؟ البريوريتي بتحدد ازاي؟ انت اللي بتقدر تحددها يا شيخ محمود. هي الديفولت بتاعها بواحد، بواحد هنا، بواحد هنا، بواحد هنا، بواحد هنا. افرض انا عايز ده مثلا، انا عايز ده يكون هو الدي ار يا عم محمود، هعمل ايه؟ هدخل على الانترفيس ده اهو واقول له، ادي له الكوماند اللي اسمه اي بي اوس بي اف برايورتي، واقول له البرايورتي مثلا ب 50. هنعمل عمل الموضوع ده دلوقتي، تمام؟ كده انا خليته هو الزعيم بالظبط كده، بقى الزعيم بقى خلاص. طب هتقول لا ده الراوتر اي دي بتاعه قليل، ماليش فيه بقى. هو الاختبار الاولاني اهم حاجه، اول حاجه ايه؟ البريورتي. البريورتي اذا اتوجدت تقضي على الراوتر اي دي. طب ما فيش بريورتي خلاص، يبقى احنا مضطرين اسفين نلجا للراوتر اي دي، تمام؟ طب يا باشمهندس قول يا تحسين قول. الراوتر اللي هو الدي ار ده وجع او حصلت فيه مشكله، على طول البي دي ار يتحول يبقى هو الدي ار. تعالى كده، تعالى تعالى نلعب في شويه الفنيات دي كده. باشمهندس ثانيه واحده، ثانيه واحده، احنا بنقول يا عم تحسين تعالى كده شويه لعب كده. لو احنا قلنا ده 1، لا خلينا نكتب بالقلم الثاني ده 1.1.1.1، 2.2.2.2، 3.3.3.3، 4.4.4.4. وانا ما لعبتش في البريورتي، فهنا بواحد، هنا بواحد، هنا بواحد، هنا بواحد. حلو كده؟ فين الدي ار؟ هو ده الدي ار. فين البي دي ار؟ ده البي دي ار. طب افرض الدي ار وقع، الكابل ده قطع، ايه اللي يحصل؟ يتحول البي دي ار الى دي ار. طبعا الدي ار ده لازم يختار له نائب. فين النائب بقى يا رجاله؟ ها مين؟ جدع جدع، ما هو واحد واثنين، يبقى ده البي دي ار. طب هو هتحصل اوتوماتيك ولا لازم عمليه الريلود او اللي هو لا هيحصل اوتوماتيك، ده اوتوماتيك على طول. طب سؤال بقى، استنى بقى عليا، افرض بقى الراجل ده الكابل ده رجع اتوصل تاني وده دخل في الخدمه، ده يبقى ايه؟ خد بالك في عندك دي ار اهو وعندك بي دي ار اهو، ها ده رجع الخدمه تاني بعد ما كان فصل، ها بي دي ار، هيبقى ايه؟ بي دي ار كله يرجع لطبيعته زي الاول. لا لا لا, 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 لا حصلت الانتخابات والزبون ده قاعد على كرسي الرئاسه، والزبون ده قاعد على كرسي الايه؟ ماستر السويتش الاول عشان نحصل نائب الرئاسه. استنى بقى عليا، هو في واحد بيسيب منصبه يا ابني؟ هذا حسين خلاص، هو لازع على الكرسي. انا لو قتل نص الشعب لازع على الكرسي خلاص. ده بقى يبقى ايه بقى؟ ده يرجع من عامه الشعب دي ار اذر. طب افرض انا عايز ارجعه لوضعه تاني، عايز ارجعه لوضعه تاني، اعمل ايه؟
اعمل ريستارت للسويتش ده عشان تحصل انتخابات من الاول تاني، وبناء على قدرات الراجل ده اللي هو الراوتر اي دي بتاعه عالي اهو، هيقوم يرجع ده الدي ار ويرجع ده كده البي دي ار. خدت بالك؟ طب يا باشمهندس، ها لو حاجه من الخيال يعني، لو انا دلوقتي قمت جاي جايب عامل الار اي دي بتاع كل الرواتر نفس الار اي دي، ماشي. هيبقى في هيبقى كده في طايف البريوريتي وفي طايف في الار اي دي، ازاي هنتخب ولا هيبقى ايه الوضع يعني؟ ولا هو ده ينفع اصلا؟ لا ما ينفعش انت بتقوله ده، ما ينفعش صح؟ ما ينفعش. طب هو هيسمح لي اصلا ان انا اخلي كل الار اي دي كله زي بعضه؟ هو هتلاقي في كونفليكت، انا ما جربتهاش قبل كده، ولكن خلينا نجرب يعني، انا ما جربتهاش ولكن هي انا اعتقد هتديك ايرور يعني، هديك هنت كده يقول لك ايرور يعني. معنى كده ان معنى كده يا باشمهندس ان الراوتر اي دي مش لوكال سيجنيفيكانت على الراوتر نفسه، الراوتر اي دي مش لوكال سيجنيفيكانت على نفس الراوتر يعني، ليه تاثير عامل زي مثلا الاوتونوموس سيستم نمبر في الاي جي ار بي لازم يكون كله نفس الحاجه. انا معاك، هو بس هو الصح ان يبقى لكل راوتر اي دي مختلف عن غيره. ليه؟ لان في الغالب بخلي الراوتر اي دي ده بينجبل يعني، بقدر لا ابلغ انا عليه. بس انا بتكلم على الامكانيه، هل يعني انا استخيلتها وانا بسمع الشرح يعني مش اكتر. والله والله تعالى نجربها، انا فعلا السؤال يعني الحته جديده يعني، هي مش منطقيه، ولكن خلينا نجربها نشوف لما نعمل المشكله دي ايه اللي هيحصل. السؤال قبل ما نجربها، سؤال قول. إذا أربعة وقع وصار ثلاثة هو الدي ار، تمام، واثنين هو الدي ار ورجع الأربعة صار أذر، زين إذا وقع الثلاثة من راح يصير الدي ار؟ الله ما رجع الأربعة هو بعامل في أذر. الله عليك على السؤال الجميل ده. إذا وقع ثلاثة، السؤال شوف شو السؤال ده جاي 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 إيه من قلب العراق، سؤال حلزوني. اذا وقع ثلاثة مين هيبقى الدي ار يا رجالة؟ البي دي ار الاثنين بالظبط، الاثنين الاثنين اوتوماتيك هيقلب على طول، والواحد يبقى هو البي دي ار. لا ساعتها ده هيخش في ده يخش في انتخابات ميعاد. اصل دلوقتي بص اقول لك على حاجة، ده لو وقع ثلاثة وقع اثنين مش محتاج انه يخش في انتخابات مع حد عشان يبقى الدي ار، لان هو البي دي ار اصلا خلاص انا النائب فهدخل على طول، فالاثنين التانيين يعملوا انتخابات. بس في دلوقتي الكرسي بتاع البي دي ار فضي، عايزين انتخابات عليه، فيحصل انتخابات ما بين واحد واربعه، يبقى اربعه هو البي دي ار. تمام صح كده يا باشمهندس، ممكن؟ سؤال جميل، سؤال جميل يا فرحان. تمام طيب ما تيجوا نعمل الحته دي بشكل عملي، يعني ايه رأيكم تيجوا نعمل الحتة دي كده بشكل عملي؟ انا هاجي هنا، تعالوا بس نتخر الرسمة بتاعتنا كده شوية. تيجوا نجيب راوترين هنا كده نوصلهم مع على نفس السويتش ده كده، وخليني ادي اهو راوتر وادي راوتر تاني، وتعالى نوصل اخ محمد كده. هنحط اي بي هنا وليكن 10001، واي بي هنا وليكن 10.0.0، ما واحد حد واخده، خلينا نقول مثلا 10.0.0 20، والراجل اللي فوق ده 10.0.0.10. حلو، وزي ما قلنا الراوتر ده راوتر 1.2 لغاية 5، خلينا نسمي ده راوتر 6، ونسمي الراوتر اللي تحت ده راوتر 7. حلو، وتعالى نقف على كل راوتر نحط الكونفيجريشن اللي احنا محتاجينها. نو انيبل كونفتي هوست نيم ار 7 انترفيس فاست 0/0 نو شت داون اي بي ادريس
عشرة زيرو زيرو عشرين ونصف. هلا اقول لك خليه كده. وتعالى اخ محمد برضو نقول له انترفيس لوب باك زيرو اي بي ادرس 7.7.7.7 وتعالى نقول له راوتر اوز بي اف 1 ونقول له نتورك 10.0.0.20 والماسك اريا زيرو. المفروض يجي له ابديت من راوتر واحد دلوقتي لو انا شغلي صح، المفروض يجي له ابديت من راوتر واحد دلوقتي. وبالمرة عشان نخلي راوتر 7 او 7.7.7 ده بينجبل هنقول له نتورك 7.7.7.7 0000 اريا زيرو. المفروض يجي لي ابديت، لو ما جاش ابديت يبقى انا في عندي مشكله. هنحاول نشوف بقى المشكله ايه ونصلحها. يعني لو قلت له دلوقتي شو اي بي اوس بي اف نيبر، المفروض يبقى في جار دلوقتي مفيش حاجه. طب اعمل نشر داون يا شو اي بي، هو مفتوح اصلا اهو انترفيس بريف شو اي بي شو اي بي معمول له شت داون مفتوح. تمام. ف 10.0.0.20 طيب خليه يبنك كده على 10.0.0.100 شغال. طب استنى بقى تعالى نشوف يا ترى المشكله فين. يعني انا الاوز بي اف بتاعي هنا شغال. تعالى تعالى هل الاوز بي اف شغال على الفتحه 10 دي؟ تعالى هنا كده هنشوف دلوقتي. هنشوف شو رن كده، شوف الكونفيجريشن اللي انت كاتبها على الراجل ده ايه نظامها. الراجل ده عامل لنا مشاكل. اه المفروض شغاله لان انت معرف كل الانترفيسز بتاعك. شفت الغلطه؟ اوبا من الكونفيجريشن بتاعك المره اللي فاتت من الحصه اللي فاتت. اه الانترفيس باسف، عشان كده ما بعتش هلو على الانترفيس ده. فانا نمسح حته الباسف انترفيس دي كونفتي ونقول له انترفيس فاست ايسر 0/0. انا ايه اللي دخلني على الانترفيس ده؟ راوتر اوس بي اف 1 وكنا احنا قايلين له باسف انترفيس ايسر 0/0. انا بس هكتب الكوماند وارجع اكتب قبل كلمه نو عشان يبعت ابديت. تعال نشوف الراجل ده ايه الاخبار. اه تمام، ايه رايك؟ جالي ابديت. لو انت قلت له وريني النيبر او النيبر النيبر ايوه. ايه رايك عم حامد؟ اهو شاف واحد 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 كده تمام كده الراجل ده كده تمام. تعال على راوتر 6 نفس الكلام نو انيبل هوست نيم راوتر 6 ممكن نقول له راوتر اوس بي اف 1 ونقول له نتورك. طبعا ما حطيتش اي بي اصلا يعني فاهمني، انا بعرف الاوس بي اف قبل عادي مفيش مشكله. نتورك 10.0.0.10 و 0000 اريا 0 ونتورك 6.6.6.6 0000 اريا 0. وتعالى نقول له انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس 6.6.6.6 رحت فين؟ و 255 ونقول له انترفيس فاست 0/0 نو شوت داون اي بي ادريس 10.0.0.10 والماسك ولا خليها 0.0. جميل. استنى بقى لما الفتحه دي تخضر، فتحه السويتش دي تخضر، هتبص تلاقي في ابديت اتبعت. والسؤال اللي انا عايز اساله لكم، طب استنى بس لما الابديت يتبعت وبعد كده نسال السؤال. ايوه اخضرت اهي. المفروض في اتنين ابديت يجوا لي، واحد من 7.7.7 وواحد من 1.1.1. تمام 7.7 بعت، يلا 1.1 تمام كده كده جميل كده الدنيا ماشيه تمام. طيب السؤال اللي انا عايز اساله يا عم الشيخ محمود،
فين الدي ار يا رجال؟ ها فرحان بيقول لي راوتر واحد. ناصح يا فرحان. ها الصح الصح يبقى 7 لان 7 دوت 7 دوت 7 دوت 7. خليني اكتب لك الراوتر اي دي بتاعه عليه. المفروض ده والمفروض ده والمفروض ده. ماشي كده يا رجاله؟ طيب يا ترى فين ال الدي ار؟ المفروض ده الدي ار والمفروض ده البي دي ار والمفروض ان الراوتر واحد ده دي ار اوزر عم الشعب. طب طب ما تيجي كده نشوف كده. تعال نشوف. تعال انت لو وقفت على راوتر واحد وقلت له شو اي بي اس بي اف نيبر، في امكانيه ان انا احدد الانترفيس؟ اه قال لك النيبرز اللي على انترفيس ايثر 0 سلاش 0. بيقول لي بص يا عم 7 7 7 7 ده الدي ار و6 6 6 6 الدي ار اذر. قال لا ده المفروض ان 6 6 6 ده البي دي ار. طب امال وضع انا ايه كراوتر واحد؟ شو اي بي اس بي اف انترفيس بي دي ار ايثر 0 سلاش 0. قال لا ده انا بي دي ار. ما انا ما قلتلكش نشتغل الاو سي بي اف. هقول لك يعني. هقول لك طب ايه سبب ليه 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 ده الدي ار وده البي دي ار؟ بص يا عم قبل ما تركب راوتر 6 وراوتر 7 كان انترفيس ده باسيف وكان صاحبنا ده الدي ار. قومنا صاحبنا ده 7 ده بس الابديت ما اتبعتش، فانت قمت مسحت الايه الباسيف انترفيس من هنا فحصلت انتخابات ما بين صاحبنا ده وصاحبنا ده فاصبح ده مين؟ ده الدي ار وده مين؟ البي دي ار. فلما ده رجع قام ده بقى من عامة الشعب. الصح اللي انا عايز اوصل له ان يبقى ده الدي ار وده البي دي ار. طب نعملها ازاي؟ نعملها ازاي؟ اهو يا عم وانت على راوتر واحد او هتيجي على السويتش ده وتقول له اعمل ريستارت للسويتش انيبل وقول له ريلود واستنى لما الدنيا تقوم، ساعتها يحصل انتخابات عليهم هم التلاتة. هتبص تلاقي ده الدي ار وده البي دي ار وراوتر واحد بقى من عامة الشعب. فخليني واقف على راوتر واحد واجهز الكوماند اللي اسمه شو اي بي اس بي اف نيب. طب ما عملتش الدور الانترفيس نفسه على الانترفيس ويبقى لازم تعمل ليهم كلهم شت داون انترفيسز كلها. لا يعني لو انا وقعت البي دي ار، لو انا وقعت البي دي ار ها مش المفروض هو يعمل انتخابات؟ هيعمل انتخابات على البي دي ار الثانية. اه على الثانية. اه اه خلاص يبقى يختار الستة بقى خلاص. ما فيش البي دي ار الاولاني مش هيدخل. ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة، ولكن خلينا في الطريقة الأسهل والأمثل. أهو استنى أما الأبديت يتبعت على راوتر واحد. الله الله اهو بص كده 7 7 7 7 ده الدي ار 6 6 6 البي دي ار. يبقى انا مين؟ انا كراوتر واحد دي ار اذر. اقف على راوتر 7 كده واقول له شو اي بي اس بي اف نيبر. هي يا راجل يا طيب 6 6 6 ده البي دي ار. طب 1 1 1 1 ده دي ار اذر دروسر او دي ار اذر. تمام يبقى راوتر 7 هو الدي ار. واضحه واضحه الفكره دي؟ طب واحد يقول لي طب هندسه انا عايز معلش معلش عايز اخلي راوتر واحد هو الدي ار. هتقول لي ازاي يا عم ده الراوتر اي دي بتاعه 1 1 1 1 عادي بالرغم ان هو 1 1 1 انا عايزه يبقى هو الدي ار. يبقى اقف عليه كده واخش على الانترفيس كونفيتي. اه يا آه حاج محمود انترفيس ايثر 0 سلاش 0 واقول له اي بي اس بي اف برايورتي كما حوده واقول له مثلا 50. بس في الحاله دي يا حوده برضو انت محتاج تعمل ايه؟
تعمل ريلود. تعمل ريلود للسويتش ليه؟ لو لا يا حامد، طب افرض انا عملت شوت داون للبورت ده وعملت له انيبل تاني او ريستارت تاني البورت ده، ما خلاص انا ده الدي ار وده الفي دي ار، وانت هتعمل ريستارت ولا في اي حاجه. فالافضل ان انا اعمل ريستارت للسويتش انيبل واقول له ريلود وانتظر. ساعتها بقى حوده بقى ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده بحكم البريوريتي دي 50. خد بالك البريوريتي هنا 50 وهنا بواحد وهنا بواحد كده، خلاص ده حسم القضيه، ده دي ار بالرغم ان الاي دي بتاعه اقل بس البريوريتي عاليه 50. طب لسه البي دي ار يا ترى هيبقى ال 7 7 ولا ال 6 6؟ هيبقى ال 7 7 هو البي دي ار، لان البريوريتي بواحد هنا وبواحد هنا. خلاص يبقى نلجا لاختبار تاني الا وهو ال راوتر اي دي. الراوتر اي دي خلاص تعالى، هي عمليه للتنظيم للترافيك مش اكتر. اي بالظبط، عمليه التنظيم، تنظيم لارسال الابديت عشان ما يحصلش الهيدك او يحصل الستور من اللي كنا اتكلمنا عنه ده. تعال بقى نشوف بقى كده الدنيا قامت اهي. تعال نشوف راوتر 7 ده ولا تعال نقف على راوتر 6، لان راوتر 6 هيبين لي مين الدي ار ومين البي دي ار. دو شو اي بي اوس بي اف نيبر. ايوه بقول لك راوتر واحد واحد هو دي ار للبريوريتي بتاعته ب 50، اما راوتر 7 فده البي دي ار، يبقى انا كراوتر 6 الدي ار هزر. واضحه؟ واضحه رجاله؟ تمام. كلام جميل وكلام زي الفل. طيب انا كنت عايز اعمل ايه تاني؟ كنت عايز اوضح لك في رسمه لذيذه قوي اوضح لك عليها. بص يا عم، اللي نتخيل ايه ده، شفت الديزاين ده، شفت التوبولوجي ده، لو تركز معايا شويه. بص كده يا شيخ محمود، على فكره ال السلك اللي انا عامله ده يا شيخ محمود ده كده مش باص، ده مش باص، ده سويتش يا رجاله. لما نيجي نرسم في الغالب، لما معظم الشباب يجي يرسم لك سويتش بيرسموا لك كده، ادي جهاز وادي جهاز وادي جهاز، مع لان الباص ما عادتش موجوده اصلا يعني، وادي الراوتر اللي هم واصلين عليه، يبقى تفهم ان ده سويتش، فده كده سويتش وده كده سويتش. ماشي تمام. طب التوبولوجي كده بالله عليكم كده، مش الديزاين ده او التوصيله دي كده يا محمد يا فرحان تبقى بوينت تو بوينت؟ ايوه. طب والديزاين ده كده يا ابو فرحان بي ام اي برودكاست مالتي اكسس، والديزاين ده كده برضو يبقى بي ام اي برودكاست مالتي اكسس، صح كده؟ طيب خليني اقول لك على حاجه. افرض الشبكه 10 وقعت، خد بالك اللي هي موجوده على الراوتر ده، انا عايز اعرف ازاي ده يعرف، ازاي ده هيعرف ان الشبكه 10 وقعت. بص لو قلنا ان ده الدي ار وده البي دي ار، صح، على السويتش، على نفس السويتش اكيد في دي ار وبي دي ار، يبقى ده عم شعب دي ار اذر، وده برضو دي ار اذر، وده دي ار اذر. الشبكه 10 وقعت، ايه اللي يحصل من الراوتر ده اهو اللي هو مثلا راوتر ايه؟ هيبعت للدي ار والبي دي ار ابديت يقول لهم ان الشبكه 10 وقعت، بيبعت الابديت ده على 224.005، اسف 224.006، هتكلم الدي ار تكلمه على 6. وبعد كده الدي ار، نجيب لون تاني، بعد كده الدي ار يبعت للدي ار اذر اللي هنا ده، والدي ار اذر اللي هنا ده على 224.005، يقول لهم يا جماعه الشبكه 10 وقعت، امسحوها من الراوتنج تيبل اللي عندكم. طيب والراجل ده خلاص عرف، يقوم مبلغ ده كتوصيله بوينت تو بوينت، يبلغه يبعت له ابديت على 224.005، يقول له ان الشبكه 10 وقعت، امسحها من عندك. لو تخيلنا في الشبكه دي ان ده الدي ار وده البي دي ار مثلا، هيقوم ده مبلغ الدي ار على 224.006 ان الشبكه 10 وقعت، والدي ار يبلغ الدي ار اذر ده على 224.005 ان الشبكه 10 وقعت. شفتوا الميكانيزم، شفتوا تتابع الحركات، يعني كل واحد بيبلغ جاره او بيبلغ بطريقته او بالطريقه المعينه على حسب الديزاين بتاعه.
اذا كان في شبكه فيها سويتش فيبلغ الدي ار والدي ار يبلغ الناس، اذا كان بوينت تو بوينت بيبلغ الراجل المقابل بتاعه على طول مباشر، وهكذا الى ان الابديت ده يروح لكل الرواتر اللي في الشبكه. واضحه؟ واضحه الفكره دي يا تحسين؟ تمام. اخر حاجه كنت عايز اقولها بناء على طلب اخونا حامد، كان بيسالني بيقول لي يعني ازاي الاوس بي اف يعني الميكانيزم بتاعه بيتم. لو انتوا شايفين معايا الديزاين ده معانا، مثلا ازاي البروتوكول بينشا، يعني ازاي راوتر واحد بيكلم راوتر، ازاي بيبعتوا لبعض الابديتس. مبدئيا كده اول ما راوتر واحد بيقوم، خد بالكم هما بيعدوا بكذا ستيت، اول حاجه اسمها الانيت ستيت، بعد كده التو واي ستيت، وبعد كده الاكس ستارت ستيت، وبعد كده الاكس تشينج، وبعد كده اللودنج، وبعد كده الفول. شوف كام ستيت. طب بيعدوا ازاي؟ طبعا الفول في النهايه دي بيبقى خد راوتنج تيبل، بقى خد ال اس اي كامله. طيب خلينا نقول ان اول ما ادناهم راوتر واحد بعت هلو لراوتر اتنين، فكده راوتر واحد عمل عملية الانيشياليزيشن او عملية البداية، كانت البداية من عنده، فبنقول ان راوتر واحد كده في الانيت ستيت، فبعت لصاحبنا ده يقول له هلو، لسه بتعرف عليه، بقول له هلو، فبعت له الهلو على كام؟ 224.005. طبعا صاحبنا ده برضو في الانيت ستيت بس لسه ما بعتش هلو، صاحبنا ده بس عمل ريسيف للهلو من راوتر واحد، بس في نفس الوقت راوتر واحد ما يعرفوش، ده لسه بداية تعارف. يعني لو كان يعرفه كان راوتر واحد قال له على فكرة انت عندي في النيبور تيبل، ده انا لسه ما حطتوش في النيبور تيبل. يعني راوتر اتنين بعد ما جات له الهلو ده كده شوف كده قال له ايه، كتب ايه، I receive a hello from router one but my router ID was not in the hello message. لقيت ان الراوتر اي دي اللي هو 2222 مش في الهلو مسج دي، معنى كده ان راوتر واحد ما يعرفنيش، لم يقم معي علاقه من كده، لسه بدايه تعارف. طيب يا عم طالما بدايه تعارف وانا برضو في الانيشاليزيشن ستيت او في الانيت ستيت بتاعتي، هقوم انا كمان خطه هلو، مدي له عم هلو يا عم ورحمه الله. فراوتر واحد استلم الهلو، خد بالك كده بقى في التو واي، الستيت هنا اسمها التو واي. التو واي يعني ايه؟ انا بريسيف الهلو. طيب بص كده كاتب لك ايه، انا استقبلت الهلو من راوتر 2 and I am listed in its neighbor، انا كمان موجود. خد بالك راوتر 2 لما ارسل الهلو للراجل ده بعت له قال له انت موجود معايا ك 1111 سجلتك عندي. قال لا، طب راوتر وان يسال نفسه قال الواد ده سجلني عنده ازاي؟ طب ما انت يا ابني لسه كنت مدي له هلو في الاول اللي هي الاولانيه دي، انت لما اديته الهلو بتاعتك الاولانيه هو زعل منك ان هو مش موجود عندك، بس هو سجلك بقى خلاص، ده بدايه تعارف. يبقى في الاول ايه اللي حصل؟ راوتر واحد بعت هلو لسه بيتعرف اهو، فراوتر اتنين استلمها بص في الهلو لقى نفسه مش موجود فيه، قال لا ده راوتر واحد مش مسجلني عنده. طيب هقوم انا خبطه هلو اقول له خد يا عم هلو انت كمان عشان تسجلني عندك يا ابن الله يبارك لك. ف راوتر واحد لما استلم الهلو لقى ان راوتر اتنين بيقول له انا كمان سجلتك عندي نتيجه لانك بعت لي هلو في الاول انا سجلتك عني ك 1111. فراوتر واحد دلوقتي كده في الواي اللي اسمها التو واي، تو واي يعني بيستلم هلو، انا ارسلت وبناء عليه بستلم، فاستلمت هلو فيها الراوتر اي دي بتاعي، فانا دلوقتي في التو واي. صاحبنا التاني بعت لي هلو مش هرد عليه، انا بعت له وهو رد راجل محترم، طب مش هرد عليه، اقوم ردد عليه كمان اقول له هلو يا سيدي كمان انا كمان اهو، عشان تبقى انت كمان في التو واي ستيت، عشان اقول لك ان انا كمان يا نجم سجلت الراوتر اي دي بتاعك عندي. يلا يا عم بقيت نيبر يا سيدي. حلو حلو كده يا عم حمد، كده انشأوا علاقة النيبر. يبقى اول حاجة بتتكون النيبر تيبل، اول حاجة بتنشأ ما بين الرواتر
الريليشن شيب بتاعت الايه الجيره، انهم يبقوا جيران يعني. طيب هم في التي واي ستيت بيختاروا بقى اذا كان ينفع في دي ار ولا بي دي ار. حتى انا كاتب لك اف نيدد، يعني لو افرض كان كابل سيريال مفيش حكايه بقى حاجه اسمها دي ار ولا بي دي ار. طب كابل ايثرنت، لا في الحاله دي بقى بنختار مين فينا الدي ار والبي دي ار بناء على المعلومات اللي انا كنت لسه قايلها من شويه. ان دي ار راوتر هو الراوتر صاحب اعلى بريوريتي، ما كانش اعلى راوتر اي دي، بناء عليه البي دي ار وهكذا. طيب اخترنا الدي ار والبي دي ار. طيب عايزين نبعت بقى الانفورميشن، انا عايز ابعت الداتا بيز اللي عندي هنا، وانت تجيب لي الداتا بيز اللي عندك هنا. طب مين يبدا؟ مين يبدا؟ ها لازم يبقى في ماستر في سليف، واحد يبدا الاول والتاني يستلم. طب دي بتبقى بناء على ايه يا عم حامد؟ الماستر سليف ديت بناء على ايه؟ بناء على الراوتر اي دي. اللي الراوتر اي دي بتاعه، اللي الراوتر اي دي بتاعه اعلى هو اللي هيبدا. خلاص وليكن يبقى 2 2 2 يبقى 2 2 2. طبعا الماستر سليف دي هم دلوقتي في حاجه اسمها اكس اكس ستارت. اكس ستارت مين اللي هيبدا يرسل؟ مين اللي هيبدا يرسل الداتا بيس بتاعته؟ فاحنا اتفقنا ان راوتر 2 هو اعلى راوتر اي دي، بناء عليه راوتر 2 هيبدا يرمي. طبعا هعمل لك سهمين في الاتجاهين لان الاثنين هيرموا، بس مين الاول؟ 2 يرمي الاول وبناء عليه بعد كده راوتر 1 يرمي. فانا هعمل لك سهم في الاتجاهين. بعد ما بدا يرمي، لما ده يرمي وده يرمي، اول ما ده يرمي يدخل في حاجه اسمها الاكستشينج ستيت. اكستشينج يعني تبادل بقى، بدانا ايه؟ بدات ارمي له الانفورميشن اللي عندي وهو كمان بيرمي لي الانفورميشن اللي عنده، بعت لي واديته. طيب كلام جميل. طب افرض راوتر واحد في معلومه كان عايزها من راوتر اتنين نسي ياخدها، يعني راوتر اتنين بعت له الابديت اللي عنده. راوتر واحد في الشبكه 20 بيستعلم، عن عايز يعرفها، في شبكه ناقصه عنده عايز يجيبها، فبيبعت لراوتر واحد حاجه اسمها لينك ستيت ريكويست. بيستعلم ما عندكش الشبكه 20؟ موجوده يا عم، انا بعت لك كله الا دي، خد يا عم الشبكه 20. فصاحبنا ده بيبعت له حاجه اسمها لينك ستيت ابديت. لينك ستيت ابديت، ثانيه واحده بقى، يبقى لينك ستيت ريكويست انا بستعلم عن حاجه صغننه، ولينك ستيت ابديت برد على الحاجه الصغننه اللي انت استعلمت عنها. طب ودي بتختلف عن دي بي دي؟ عارفين يعني ايه دي بي دي؟ داتابيز ديسكريبشن باكيت. داتابيز ديسكريبشن باكيت، ايه الداتابيز ديسكريبشن باكيت؟ الفول ال اس اي اللي خارجه من هنا، ال اس اي كامله، الداتابيز اللي عنده كامله. يبقى دي الدي بي دي اللي هي الداتا بيز ديسكريبشن باكيت اللي خارجه من عنده كمان. طب افرض الراجل ده بيستعلم عن شبكه معينه، بيبعت حاجه اسمها لينك ستيت ريكويست، فده هيرد على قد الشبكه بس، مش هيبعت الداتا بيز كلها، لا ده هيبعت الانفورميشن بتاعت الشبكه دي بس، ال ال اس اي بتاعت الشبكه 20 بس. يبقى دي اسمها لينك ستيت ابديت، ودي جزء من الداتا بيز ديسكريبشن، داتا بيز ديسكريبشن باكيت، داتا بيز ديسكريبشن. تمام كده. يبقى الراجل ده راوتر 2 بعت الدي بي دي او الفول ابديت اللي عنده، وفي نفس الوقت لو راوتر واحد بيستعلم عن حاجه صغيره بعت له الحاجه اللي هو عايزها، خلاص كده ما عادش ناقص حاجه، كل حاجه كده اتبعتت. فنوصل بقى للحاله النهائيه الا وهي الفول ستيت. والفول ستيت بيقول لك ايه؟ ادجيسنسي فول فورمد. ادجيسنسي يعني ايه؟ حصل بقى اللي هي الاكتمال، الراوتنج تيبل او الداتا بيس كامله كده اتبعتت. فاحنا يبقى ايه؟ عمليه اللودنج يعني ايه؟ اللي لو انا في الستيت اللي اسمها لودنج، لودنج يعني بستعلم عن شبكه معينه او معلومه نسيتها انا كراوتر واحد والراجل ده بعت لي ابديت عليها. طب فول؟ لا فول خلاص كده انا اكتفيت، كل الانفورميشن اتبعتت. كل الانفورميشن اتبعتت. واضح كده يا شباب؟ يعني كده يا باشمهندس هو بيعمل علاقه النيبر لحد التو واي.
بعد التو واي بقى بعد التو واي يبدا يعمل سينكرونايز للداتابيز اللي عندي الاثنين، الله واول ما يفتح تكتمل عليك، السينكرونايزيشن يبقى ادجيسنسي. الله عليك. الاكس ستارت مين هيبدا؟ مين هيبدا يبعت الداتابيز؟ خلاص قررنا في حد هيبدا، اول صاحبنا ده ما يبدا يبعت الداتابيز اللي عنده يدخل في حاجه اسمها الاكستشينج ستيت. طب لو في حاجه ناقصه لسه ما اتبعتتش بتتبعت على حاجه اسمها اللودنج ستيت، في حاجه ناقصه، ما مش كا مش م... الداتابيس كلها اتبعتت الا حاجه، فصاحبنا ده الراجل الثاني بيقول له ده في حاجه ناقصاني، فبقول له خد اهي، فبنخش في اللودنج ستيت. طيب وبعد كده نخش بعد كده الفول ستيت، ان خلاص بقى صاحبنا ده بطنه اتملت وتاكد انه تماما استلم كل الابديت اللي جايه من جاره ده. تمام، ده اللي انت كنت بيه طيب باشمهندس معلش، ان في احيانا بتطلع لما باجي مثلا اعمل اوامر، الاوامر الشو الكلام دوت بيطلع لي ان العلاقه بينهم تو واي بس، فامتى تقف عند التو واي وامتى تكمل يعني؟ ما لا هي ما استحاله تبقى تو واي بس، تو واي بس يبقى انت انشات علاقه نيبر وكده كده اوريدي عندك الراوتنج تيبل بتاعهم موجود، يعني الراوتنج تيبل اتبعت. انت عشان تشوف الدنيا تمام كامله اعمل شوت داون للبورت وارجع وقومه تاني، شت داون وقومه تاني بشوف عشان كل حاجه اللي بتمشي بيه اللي تمشي اللي لما بعمل شت داون ارجع تاني بشوف انا المراحل اللي بيمروا بيها يعني. بتشوفها كلها لان الراوتنج تيبل بيبقى اتمسح، الداتابيز اللي عنده اتمسحت ومحتاج يبني داتابيز جديده، فلما تقول له شت داون بيستلم بقى الابديت كلها ويعدي بكل المراحل دي. تمام تمام ماشي يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس، تمام. شكرا يا باشمهندس، انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله النهارده، فنقول كده سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.